تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مرحب بكم مستمعينا الكرام على أصوات تمام الرابعة، لحظة برنامج أصوات الرياضة. إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في هذا العدد من برنامج أصوات الرياضة مباشرة على أصوات حصة اليوم اللي كنرجعوا فيها لأهم أحداث الرياضية خصوصا كرة القدم. أبرز حدثين كاين لائحة المنتخب الوطني المغربي لمواجهة تنزانيا برسم الجولة الأولى لنهائيات كأس العالم 2026 اللي غادي تجرى بين ثلاث دول، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وكذلك نهائي المرتقب يوم غد بين فريق الوداد الرياضي وماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي، نهائي النسخة الأولى للدوري الإفريقي لكرة القدم أو السوبر ليج اللي نجح فيه فريق الوداد الرياضي في تمثيل كرة القدم المغربية. أفضل تمثيل هو النادي المغربي والعربي الأول الذي يصل إلى هذه النسخة، أكيد نسخة أولى ناجحة بالنسبة لفريق الوداد الرياضي والتي نطمح من خلالها كمتتبعين وكجمهور وخصوصا جمهور فريق الوداد الرياضي للتتويج بهذا اللقب في نسخته الأولى لملء خزينة الكرة المغربية بهذا اللقب الذي ينضاف إلى باقي ألقاب الكرة الوطنية في المسابقات القارية. غادي نتكلموا على هاد النسخة ديال الدوري الإفريقي اللي وصل المرحلة ديالو الختامية غدا ان شاء الله مع الجوج وان شاء الله مع الاربعه نحتفلوا مع فريق الوداد الرياضي. ونذكر انه غدا ان شاء الله غادي يكون تغطيه خاصه اللي غادي نحاولوا نرصدوا فيها كذلك باذن الله اجواء الفرحه بعد انتصار وتتويج مع مجموعه من الجماهير الوداديه، مجموعه من الجمعيات اللي كتعنى بتشجيع فريق الوداد الرياضي، دايرين لقاءات واجتماعات وتجمعات سواء في المقاهي سواء في قاعات مغطاة وغيرها من التجمعات لمشاهدة مباراة نهائي النسخة الأولى للدوري الإفريقي والتي لاقت متابعة إعلامية كبيرة. كنرحب في البداية بالأستاذ الجامعي والناقد الرياضي وزميل الصحفي سي توفيق سناجي. سي توفيق أهلا بك. الله يبارك فيك سي يوسف. لبستوني ديال الوداد نسيتيها واحد زيد فكرني مازلتيش واحد الصفه اخرى ديال المنشط ديال المنشط مباريات هذه جديده. يلا سي يوسف ومرحبا بك وجميع المتابعين ديال راديو اصوات. وكان مصطفى صدقي يكون زاد تحيه لسي مصطفى صدقي الصديق ديالنا توفيق صناجي اللي جينا اليوم بالتوني ديال الوداد قميص فريق الوداد الرياضي. وحنا كنعرفوا العشق ديال توفيق صناجي لفريق الوداد الرياضي. إذن توفيق أكيد هي مباراة منتظرة غادي نتكلموا عليها في الشطر الثاني من هذا الحصة من برنامج أصوات الرياضة، ولكن أكيد الكل كيتسنى بترقب وبتوتر هذه المباراة على اعتبار أنها أول نسخة ديال هذه المسابقة وفيها فريق مغربي، يعني هذا شرف لكرة القدم المغربية وشرف لفريق الوداد الرياضي وجمهور الوداد. بطبيعة الحال لأنه لأول نسخة ديال الدوري الإفريقي الجديد أنت بارونتيز اللي كان مسميه سوبر ليغ، نوما ما تيبغيوش التسمية ديال سوبر ليغ لأن عرفتي المشكل اللي كان مع أوروبا وإنفانتينو لي سبونسور وكل شيء، فهما قرروا أنه يعطوا هاد السمية الجديدة ديال الدوري الإفريقي الجديد باش ما يبقاش مرتبط بالاسم ديال اللي كان ديال السوبر ليغ اوروبيان. اول نسخه كيف ما قلتي مشاركه ديال اعتى الانديه الافريقيه 8 ديال الانديه، الوداد شرف المغرب شرف العرب شرف الكل، يعني وصول ديالو للمباراه النهائيه رد الاعتبار من خلال الاقصاء ديالو لواحد الفريق اللي كان بيننا وبينهم واحد الحساب قديم ترجي التونسي في نصف النهائي، داز انيمبا في مباراه ديال ربع نهائي، اكثر من ذلك سان داونز انتصر عليها في مباراه ديال الذهاب بجوج ديال الاهداف لواحد وقدم واحد المستوى رائع جدا فريق الوداد الرياضي اللي جعل يعني الجمهور المغربي بصفه عامه يتفائل خير حتى في المباراه ديال الاياب. وانا تنسمع لك يعني التقديم ديالك سي يوسف فرحت لانه انا شخصيا جو سوي تري ستريسي للمباراه ديال غدا، ولكن عطيتيني واحد الامل كثار لما نسمع منك بانه الناس مترقبين ان شاء الله الفوز ديال الوداد والاحتفالات وهذا الشيء كامل، فقلت يا ربي هذا الشيء اللي تيقول عليه يوسف يكمل الله ان شاء الله. تفاؤل
قالها قبل وليد الركراكي قال لي وزاد كملها عادل الرمزي في ندوة الصحفية كيقول كاين الفال ان شاء الله علاش لا هو بدل غير السميه النيه الفال احنا داك تعرف لانه متوترين بالنتيجه كنت وحسر عوان اللاعبين ما بغيناش هذا الضغط هذا يكون عند اللاعبين نحسوا به هو المشكل ولكن انا متاكد من الاجواء داخل الوداد الرياضي ولا الطريقه ديال التسيير ديال الامور كيفاش يعرف يحيد الضغط عادل الرمزي على اللاعبين ديالو وكل شيء فما شاء الله نتمنوا ان شاء الله يكمل الله بخير ونديو هذه النسخه هذه تكون ندخلوا التاريخ مره اخرى ويفوز الوداد يكون اول متوج بهذا السوبر ليغ لي اوفيت الدوري الافريقي الجديد اللي هادي واللي السنه المقبله اوفيسيالمون 24 نادي وهذا يكون صعيب وصعيب على اي فريق انه يتوج به الان الحمد لله مادام وصلنا لهذا ليطاب بثمانية الانديه ونفوز حتى فعندنا مناسبه ندخلوا للتاريخ من الان وحتى دابا الجماهير الوداديه حتى كيقول حتى الا كانت هذه اخر نسخه المهم احنا هذيك اللي لعبنا رديناها لا ما كاينش اخر نسخه علاش اخر نسخه لانه كاين اشاعات انه ربما تقدر ما تنجحش النسخه المقبله 24 نجحت نجحت النسخه هذه ونجحت المنتخبات لكن 24 منتخب فيها بزاف كاين 24 نادي نادي فاكيد هما منتخبات لانهم كيمثلوا لا غير هو واحد القضيه انا راهي بين قوسين حنا ما قلنا والو حنا راهي بين قوسين انا شوف هو سي ان بروجي ديال انفانتينو مع موت سي بي يعني ديال لاكاف اون بارتناريا مع لا فيفا يعني عندهم واحد الامل انه يمشي بعيد انت شتي النجاح اللي تقولوا النجاح ديال هذه النسخه المتابعه الاعلاميه القنوات الفازيه اللي هذا راه 365 مليون مشاهد اللي شافت المباراه الاولى وجميع القنوات العالميه مابقاش هذاك الاحتكار كل شيء تنقل المباراه كنظن غير غتكون غير في هذه النسخه ديال الاولى النسخه المقبله غتكون قناه اللي شاده او قنوات محدده اللي دايرين هو انا نقدر نتفق معك لانه كاين واحد البارتناريات سينا ما بين لاكاف وبالاتحاد السعودي لكره القدم اللي المده ديالو 5 سنين اللي غادي يبدا حتى لا سيزون بروشين ديال لا اف ال فدونك هذه النسخه ما يمكن نحكموا على حتى شي حاجه هي نيت اوفيسيال النسخه المقبله غادي يبان البلان كما تيقولوا غادي نعرفوا شنو غادي يكون طيب سي توفيق غادي نبداو بالمنتخب وغادي نرجعوا للوداد ان شاء الله بعد قليل كيف ما العاده كنبداو مع سيف الدين البلغيتي هذه الحصه من برنامج اصوات الرياضه وفقراتنا الموسيقيه المتواصله غايه السادسه مساء بعد لحظات غادي يلتحقوا بنا الناس اللي متابعينا عبر صفحه فيسبوك على برنامج اصوات الرياضه على الفيسبوك اذا فقراتنا الموسيقيه المتواصله غايه السادسه مساء مع سيف الدين البلغيتي نبداو هذه الحصه اذا مرحبا بكم مستمعينا الكرام ومرحبا بمتابعين ديالنا عبر الاثير وعبر صفحه برنامج اصوات الرياضه على الفيسبوك اللي التحقوا بنا اللحظه اذا كنرحب مره اخرى بالسي توفيق الصناجي زميل صحفي والناقد الرياضي والاستاذ الجامعي نزيدوا الصفه ديال المنشط المباريات سي توفيق مرحبا بك مره اخرى مرحبا بالسي يوسف مرحبا بجميع المتابعين والمتابعات ديال راديو اصوات الرياضه بعد قليل غادي يلتحق بنا الاطار الوطني السي هشام الروك باش نتكلموا معاه كذلك في محاور هذه الحصه اللي قلنا غادي نفتتحوها بالمنتخب الوطني المغربي ولائحه الناخب الوطني وليد الركراكي اللي تكلم على في ندوه صحفيه على هذه اللائحه و أعطى تقريبا يعني حسب قول ديالو لائحة اللي ماشي هي اللي 100% غتمشي للنهائيات ديال كأس أمم إفريقيا ولكن فيها مجموعة من الأمور اللي تمت مناقشتها خلال هذه الندوة في البداية نعطيو اللائحة في حراسة المرمى كاين ثلاثة ديال الحراس ياسين بونو منير محمدي مهدي بن عبيد في الدفاع أشرف حكيمي نايف أجريد نصير مزراوي غانم سايس يونس عبد الحميد يحيى عطية الله الكبير عبقار وأيوب العملود وسط الميدان أمير ريتشارد عز الدين ونحيس وفيان مرابط بلال خنوش يحيى جبران اسماعيل الصباري في الهجوم عبد الصمد الزلزولي ايوب الكعبي يوسف النصيري سفيان ديوب امين عدلي حكيم زياش طارق تيسوداري وامين حارث فكاين مباراه واحده اللي غادا تكون بالنسبة لهاد المعسكر كان المفروض أن يكونوا جوج لكن انسحاب إريتريا من هاد التصفيات ديال كأس العالم 2026 خلى أنه المنتخب الوطني المغربي يكتفي بمباراة واحدة أمام منتخب تنزانيا في رسم الجولة الثانية من التصفيات على اعتبار أن الجولة الأولى كانت غتكون أمام منتخب إريتريا كانت مباراة بأكادير لكن انسحاب الأخير منتخب إريتريا خلى أنه المعسكر غادي يكون شوج
شويه طويل قبل الرحله لمواجهه منتخب تنزانيا. اذا في البدايه سي توفيق السناجي، كيفاش شتي اللائحه ديال المنتخب الوطني المغربي؟ قراءه عامه بالنسبه لك. تنظن بان اللائحه عاديه، لائحه منطقيه، لانه ما اختلفاش كثير على اللوائح ديال المناسبات الاخيره. كانوا بعض الاضافات باستثناء الاضافه الان ديال سفيان ديوب الوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي اللي اختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي في سن 23 سنه، وهذا ربح تعتبره انا شخصيا ربح جديد بعد ما ربحنا امين عدلي على مستوى الهجوم. يعني نقدروا نشوفوه في الالعاب الاولمبيه كذلك مع المنتخب الاولمبي. 23 سنه الله اعلم، القانون تيقول 23 سنه وبعد واقل اشهر لا تزيد على 23، يمكن واحد شهرين ولا ثلاثه ديال الاشهر، ما عرفتش، خصني نبحث على المساله هذه. بالنسبه لي على الاقل هو ربح للمنتخب ديال الكبار، لانه انا شخصيا كنت متبع سفيان ديوب لما كان في موناكو، كان عليه الاعيون ولعب في المنتخبات ديال فرنسا اقل من 21 سنه. كان المنتخب السنغالي باغي، فتنظن بانه الان الناس تيتكلموا لانه انتقل نيس هذه السنه وكانت عنده الاصابات كثيره. يلاه دخل رجع، ولكن ما يمنعش انه ربحنا غادي نجيبوه، نقدروا نجربوه ونشوفوه كي داير مع المنتخب التاقلم ديالو مع المنتخب الوطني المغربي. ومنتخب لاعب اللي لاعبين اللي منتخبات كما قلت السنغال، وكان لعب منتخب فرنسا السنغال كانوا باغينه. اذا فهو تنظن بانه مزيان خطوه دارها وليد الكراكي فيما جاب امين عدلي، وتخصا انه بعض اللاعبين على مستوى الهجوم ففي التشكيله اللي لعبت المونديال تصابوا بحال سفيان بوفال، فخصنا ضروري اللي يعوض سفيان بوفال في كاس افريقيا الامم. شفنا بانه طال الغياب ديال سفيان بوفال في الاونه الاخيره، من شحال هذه ما تكونفوكاش، لانه الاصابه ديالو هي اصابه تستدعي يعني البقاء يعني خوض راحه لمده طويله. هذا هو اللي يجعل انه البحث يبقى قائم على مستوى الخط الامامي بالنسبه للفريق الوطني المغربي. الى لاحظتي يعني انا ديما تنحط لا ريفيرونس بالنسبه للتشكيله اللي تيتنادى عليها من طرف وليد الركراكي، تنحط لا ريفيرونس ديال التشكيله اللي كانت لعبه في المونديال. من المونديال الان كاين تقريبا 11 عنصر حسبت اللي ما بقاش عندهم المكانه في المنتخب الوطني المغربي، نظرا لعده اسباب، منها الاصابات، منها تدني المستوى ديال اللاعبين، منها ايضا البروز ديال اسماء اخرى اللي بدات يعني كما تنقول الان البلاصه راه بالذهب في المنتخب الوطني المغربي، واللي باش تاخذ مكان مع هاد اللاعبين اللي وصلوا لكاس العالم راه خاصك تفيق بكري. فإلا لقيتي مثلا على مستوى الحراسه الحارس الثالث اللي كان تاكناوتي راه مشى جاب مهدي من عبيد ديال الجيش الملكي من هذه يعني مباريات عديده، تعرفوا تاكناوتي تا هو مابقاش تيحرس في المغرب الفاسي لانه الانتقاد ديالو ما عمرنا شناه. على مستوى الدفاع يعني حكيمي راه موجود، نصير مزراوي موجود، عطيت الله موجود، عندك نيف اكرد موجود، والعميد روماسيز موجود. التغيير كان على مستوى وسط الدفاع، يعني مشى بدر بانون ومشى جواد ديميق، جا عبد الكبير عبد القار اللي هو تيلعب تيتولير مع الافيس، وجا يونس عبد الحميد اللي هو تيتولير مع ريمس من هذه اربع سنوات وخمس سنوات، وخا التقدم ديالو في السن 36 سنه ولا هذا، ولكن تيبقى بالنسبه للمدرب فرصه انه يعطيه يشوفوا كيفاش. تنظن بانه راه شافوا في المباراه الاخيره وقدم مستويات مقبوله، ولاعب اللي دائما كما قلنا رازين، ولاعب اللي ثلاث سنين ولا اربع سنين هو تيلعب مع ريم بصوف عطاء ريغولي. يعني هنا المقوله ديال العطاء لا يقاس بالسن يمكن تنطبق على يونس عبد الحميد، وهو كيف ما تينادي عليه وليد الركراكي تيشوف بانه يقدر يكون ان تري بون رومبلاسون ديال في هذا الكاس افريقيا بالذات ديال رومان سايس. تعرفوا رومان سايس وامريف اكرد راهم تيتولير الفريق، راه ماشي. بالنسبه لوسط الميدان هنا يمكن الاصابه جعلت انه سليم املاح يغيب على المنتخب الوطني المغربي. الحاجه اللي ما مفهوماش كثير هي عبد الحميد الصابري اللي فقد المكانه ديالو مع المنتخب الوطني المغربي، هذه دو فوا ما تيتكونفوكاش الوغ كو تيلعب تيتولير مع الفريق ديالو اللي انتقل ليه الفيحاء السعودي، هو نجم الفريق وكان نجم ديال المنتخب الوطني المغربي في المونديال، سجل يعني او حاليا نجم الحيفاء الفيحاء عفوا الفيحاء السعودي. يعني ما مفهومش بالنسبه لي، ما مفهومش ليكار ديال عبد الحميد الصابيري، واللي مازال ما جاوبش عليه وما طرحش عليه كسؤال من طرف الزملاء الصحفيين. خصنا نعرفوا علاش بالضبط عبد الحميد الصابيري اللي كان تيشكل يعني احد الركائز ديال المنتخب الوطني المغربي، ما يدخل في الشوط الثاني وبعض المرات تيدخل تيتولار في المنتخب ديال المونديال. ديما تنقول المنتخب ديال المونديال لانه نجم من النجوم. فالبقيه العناصر لما تشوف يعني الحضور ديال يحيى جبران، هذا رد
على المشكيكين في القدرات ديال يحيى جبران اللي تعتبر من خيره اللاعبين في افريقيا وفي اللايفال هذا العام. نعم غير هو يحيى جبران الى قارناه بين اخر معسكر الوقت اللي ما مش اخر معسكر الوقت اللي تكلم عليه وليد الركراكي وقال ليه اودي خاصك تفيق راه تبدل يحيى جبران. سي يوسف يحيى جبران راه بحال شي الاب ديالك جا صرفك قال لك نوض اودي تخدم. نعم فبالتالي يعني ونسينا أشرف الداري اللي ما بقاش أيضا في ذكرنا جواد اليوم ذكرنا اللي هو مصاب ذكرنا بدر بانون أيضا أشرف الداري اللي ما داش عليه على مستوى الدفاع. إذا بطبيعة الحال يحيى جبران موجود أناحي عز الدين رغم الإصابة ديالو اللي كانت ديريرمو ولكن راه موجود. سفيان مرابط موجود بلال الخنوس اللي تقدم مستويات كبيرة مع المنتخب الوطني المغربي. التواجد ديال أمين حارث اللي كان ما عندوش الزهر في لاكوب قبل لاكوب دي موند وتصاب الآن ترجع بواحد القوة وسجل هدف الماتش الأخير ضد المنتخب ديال ليبيريا يعني تعبين بأنه هو وعز الدين أناحي راهم متفاهمين ديجا في أولمبيك مارسي دونك غادي يعطي واحد الإضافة بجوج إلا كانوا في خط وسط ميدان. اذا بالنسبه للتشكيله اللي مشات للمونديال بعض العناصر اللي تحيدت ما بحال مثلا نهضروا على وسط الميدان إليا الشاعر ما بقاش عنده المكان ديالو. عندك زروري ايضا اللي في بيرليف ما بقاش يبان بانه عنده المكان ديالو في المنتخب الوطني المغربي. عندك على مستوى الخط الامامي ذكرنا بوفال اللي مصاب. بالنسبه للرقم تسعود يعني لافون سونتر كان الكلام كثير الحمد لله شديره بجوج اللي ما عطاوش باش يكونوا واضحين من المونديال تعطاتهم فرصه في المونديال ومن بعد المونديال ما بقاوش متاع يعني مجموعه من الفرص ولكن ما بينوش. نعم. جا الكعبي يعني يمكن في اول دخول جوج ديال المرات سجل جوج ديال الاهداف فهنا تيبين بانه عنده واحد الاحقيه انه يرجع للمنتخب الوطني المغربي. اذا كاين الكعبي كاين صيري كاين عدلي اللي بين على مستوى جيد والعوده ديال حكيم زياش بيان سور اللي كان غاب والان تيقدم مستويات رائعه مع غلطاسراي تنظن بانه سفيان ديوب ايضا تشكيلة هي منطقية. كل مرة الآن اللائحة ولينا تنتفاجئوا بواحد العنصر جديد يضاف للمنتخب الوطني أمين عدلي سفيان ديوب والبقية كاين كواليس تقول بأنه راه كاين واحد ستة ولا سبعة ديال اللاعبين آخرين ممكن ينضافوا نيغوسياسيون. نعم. هذا وأحسن خبر أنا سمعت هذا الأسبوع السي يوسف هو إلياس خماس اللي جا للمنتخب الأولمبي. نعم. وغير الجنسية ديال المنتخب الإسباني لأنه ما كانش عنده اختيار آخر اللهم يلتحق بالمنتخب الوطني كما كان الحال راه ممثل. نعم. ديال المنتخب الإسباني أكيد. معنا زميل محمد فؤاد زميل صحفي بنصف أسبوعية المنتخب والمتخصص في المحترفين المغاربة بشكل خاص المتابعة ديالو اليوم الأسبوعية وكذلك نصف أسبوعية على اعتبار كاين هناك مجموعة من اللاعبين كيخوضوا مباريات مع الفرق ديالهم في الدوري الاوروبي او لا تشامبيونز ليغ الاوروبي. سي فؤاد مساء الخير. مساء الخير زميلي يوسف ومساء الخير بالزميلي وصديقي التوفيق الصناجي الاعلامي وايضا الجامعي تبارك الله عليه. ما التحليل رائع جدا مختصر على مستوى كل الخطوط الاماميه والعوده ديال المحترفين المغاربه الى الوجه الدولي بعد الاستمراريه ديالهم على مستوى البطولات الاوروبيه طبعا. وايضا السلام موصول اذا للزميل ايضا مصطفى صدقي والى مستمعين ومستمعي راديو اصوات والى زميل ايضا الحداوي. شكرا لك محمد شكرا لك كثير. وقبل ما تبدا انا من المعجبين بالمقالات ديالك واخر مقال اللي كتبتي على عبقار الكبير عبقار طبيعة الحال هذا الاسبوع تحياتي لك. ربي يحفظك. هذا غير كانت غير توطئة لأنه اللاعب الكبير عبقر بالنسبة لهذاك الدولي المغربي هذا كنت متابعه يعني مدة ثلاث سنوات مع فريق ألافيس اللي كان ربما يعني الصحف الوطنية ما كتشيرلوش بشكل كبير وكنت في 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 أكثر من مرة أعلق على هذا اللاعب لأنه هو من أكاديمية أيضا وأيضا حتى من سميته من المعاناة ديالو في إسبانيا من أجل إثبات الهوية ديالو مع فريق ألافيس واللي تثبتها الآن يعني بشكل رسمي ماشي فقط على صعيد يعني الليغا الثانيه واللي كنا نلعب فيها تقريبا 37 مباراه ديال في الموسم الماضي وصعد الليغا واليوم هو الان يعتبر من الركائز الرئيسيه ديال الفريق ألافيس على مستوى الليغا تقريبا ما يقارب 8 او 9 مباراه رسميه زميلي توفيق. هذه فقط غير بالنسبه للحمله العشواء اللي اثيرت يعني بعض المحللين الرياضيين يعني شفاهم الله على مستوى يعني ما كيقولوا بانه ما كيعرفوش عبد الكبير عبد القار وما عمره لعب في الفريق
الياباني. هذه من المفاجآت ديال دائما اللي يعملها دائما الناخب الوطني في اطارات يعني الاختيارات الجديده اللي ما كيترقبها لا صحفي ولا ايضا لا ساشون كي راه عيط ليها السي فؤاد راه عيط ليها هذه ثالث او رابع مره تعيط ليه لعب الكبير بالفعل. طيب نذكر انه في هذه الاثناء كاين مباراه ديال الدوري الاحترافي انوي لكره القدم وكتجمع ربما هي قمه بين فريق الفتح الرياضي الرباطية والنهضة البركانية. النتيجة إلى حدود الدقيقة 26 تقدم فريق الفتح الرياضي الرباطي بهدف لصفر. إذن سي فؤاد الحديث عن اللائحة في نظرك شنو أبرز الأمور اللي جات بها اللائحة ديال هاد المعسكر شهر 11 مقارنة مع شهري أكتوبر وشتنبر؟ بعد الفاصل جاوبني سي فؤاد. رجعنا معكم مستمعينا الكرام مباشرة على أصوات وكذلك صفحة برنامج أصوات الرياضة على الفيسبوك مع الناقد الرياضي والصحفي سي توفيق صنهاجي, وعبر الهاتف معنا زميل صحفي سي محمد فؤاد الإدريسي بنصف أسبوعيات المنتخب. إذن سي فؤاد كيف ما قلنا شنو أبرز ما جاءت به هذه اللائحة مقارنة مع المعسكري ديال شهر 9 وشهر 10؟ بالفعل زميل يوسف, مواكبة مع ما قاله زميلي توفيق الصنجي على المستوى التنافسي وايضا الحضور والاختيار ديال الوالدين الكراكي, انا اعتقد بانه من المفاجات ديال المجموعه ديال الفريق الوطني المغربي. ربما راه اضاف توفيق الصنجي على مستوى الوفد الجديد سوفيان ديوب اللي كتعتبر من ابرز العناصر الان للفريق نيس وايضا سابقا بنادي موناكو اللي كيشكل يعني اداه يعني رائعه على مستوى الخط الهجومي وايضا خط البناء الوسط الهجومي. طبعا وهذا الاجراء هذا ديال المفاجاه ديال اللي سبقتها قبل منا يعني المفاجاه ديال عدلي اللي لعب في المباريات السابقه مع الفريق الوطني وتوج المجهود ديالو باول هدف في مرمى ليبيريا في شهر السابق. وهذه جوج ديال الوجوه الجديده اللي ربما تعطي واحد الاضافه هجوميه على مستوى الشق ديال الرواق الايسر. الغياب الطريق ديال سفيان بوفال, في حال ما اذا غاب سفيان بوفال على مستوى الكاس الافريقي فهذه الوجوه يمكن لها تعطي الاضافه للفريق الوطني على مستوى الرواق الايسر. من التشكيله عموما زميل يوسف من يونيو الى اليوم اي من جنوب افريقيا الى اكتوبر الى شتنبر وايضا الى اكتوبر مباريات رسميه وايضا الوديه, اختلفت التشكيله ديال وليد الركراكي من مباراه الى اخرى على مستوى الاختيارات حتى التواجد ديال التشكيله الحالي الان اللي موجوده بين يدينا فكيتواجد فقط 14 المونديالي من الدولي المغاربه اللي حضروا في مونديال قطر. اللي يتعلق الامر طبعا بنايف اكراد ياسين بونو منير المحمدي نايف اكراد غانم سيف اشرف حكيمي يحيى عطيه الله نصير مزراوي سفيان امرابط يحيى جبران عز الدين اوناحي بلال الخنوس وحكيم زياج ثم يوسف النصيري. اغلب العناصر متبقيه 11 العنصر بما فيها عنصرين على المستوى الاولمبي اليوم يعني صبري أمير ريشاردسون وايضا اسماعيل صبري وايضا نعم. حتى بالنسبه لبلال الخنوس لانه كنعتبره كان في المونديال هذا ولكن من العناصر الاولمبيه في بال البقيه طبعا اللي كانت اللي موجوده الان في اللائحه من تصنعت العناصر الجديده اللي ما بين يعني اقدميه وعندهم خبره ديال الافريقيه على مستوى الوداد ايوب العملود وايضا الحميد يوسف الحميد ديال فريق رانس وايضا طريق تيسوداني والكعبي وعدلي وسفيان ديوب وايضا حارث وايضا حتى الحارث بن عبيد وعبقال هادو كلهم من الوجوه الجديده اللي كنعتبرها اللي كتشكل اذا ثوره جديده على مستوى الفريق الوطني ما بعد المونديال اي 14 اللي الان اللي جاز في الفريق الوطني. والعناصر الجديده هي اللي قلت بان 11 العنصر منهم 9 عناصر من وجوه متنوعه ما بين البطولات الاوروبيه وايضا بالنسبه للاولمبيه المغربي الصبري وريتشاردسون. في البقيه طبعا زميلي يوسف نعم. الفريق الوطني ان يشكل نفسه على انه يدخل هذا التباري ضد المنتخب التنزاني بوجه جديد باعتبار ان المباريات السابقه اما بين الشهر السابق والشهر الحالي ارتفعت الكوطه ديال التنافسيه ديال الدوري المغربي ما فيهم جميع الوجوه الحاضره الان في المنتخب باستثناء يعني عز الدين اوناحي اللي اقل مباريات يعني اللي خمسه مباريات اللي لعبها مع فريق
مارسيل على اعتبار ان الاصابه على مستوى الظهر هي اللي اعاقته دون ان يلعب مع فريق مارسيليا خلال المباراتين السابقتين. فاغلب عموما الفريق الوطني الان يتشكل من نواه رئيسيه متقسمه بين مقتسمه بين اللاعبين المحترفين المونديالين وايضا الوجوه الجديده اللي قلت بانه 11 العنصر ينضافون الى الفريق الوطني من اجل خلق طوره جري ربما المنافسه على المكانه في كاس افريقيا. هذا باستثناء زميل يوسف ان هناك وجوه اخرى تنتظر مكانته، يعني عوده املاح ربما سليم املاح سيعود الى الفريق الوطني في يعني في 25 نوفمبر الحالي من الاصابه ديالو غادي يعود الفريق ديال الفرنسي بشكل عادي، هذا باستثناء الحاله ديال سوفين بوفال ما زالت معلقه الى شهر ديسمبر فيما اذا كان سيعود الى التباري ام لا. سي محمد فؤاد طرح تساؤل على عبد الحميد صابري. نعم انا سمعتك فعلا زميل يوسف زعما يتفق هو ان المشكله ديال عبد الحميد صابري انا اجزئها في 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 تصورين. التصور الاول هو ان عبد الحميد صابري بعد المونديال واختياره للدوري السعودي وايضا سميتو عدم الرضا ديالو باللعب مع فريق فيورنتينا الى المجموعه المباريات غنشوفوا المشاكل اللي كانت ترتف في 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 ما بين الفريق ديالو الاسبق مع فيورنتينا الايطالي ما لعبش فقد مباريات قليل جدا وارتاح الا ان يتحول الى السعوديه في ظل يعني التراكم او الوجهه الدوليه. ما كانش عنده اختيار انه من غير ذاك الانتقال الدوري السعودي سي فؤاد في ظل ذوك المشاكل اللي كانوا عنده. بالفعل وربما هذا شكل عائق كبير بالنسبه للوليد الركري ان عبد الحميد صابري 25 26 او 27 عام يعني مازال انه يعطي في اوروبا اكثر ما انه يمشي للدوري السعودي اللي معروف انه الدوريات الخليجيه كلها كيمشيو للاعبين اللي ما فوق ال 30 من ودير الكلام ديالك صحيح مليون في المئه سي محمد لانه كان شار لها وليد الركري في واحد الندوه كان واضح قال لك بالنسبه لي الدوري السعودي اللي عنده 30 الفوق ماشي مشكل يمشي الله يسهل عليه الدوريات الخليج عموما وهذا ما يشكلش عائق في المنادى ديالو المنتخب الوطني المغربي مادام تعطي ولكن الحاجه اللي ما يتقبلهاش هو يكون عند شي لاعب عنده قل من 30 سنه ويمشي لهاد الدوريات يمكن هذه هي لا غيزون باش يبقى هو منطقي مع الكلام ديالو ما نادش على عبد الحميد الصابري. بالفعل هذه نقطه انا حتى لو قلها الناخب الوطني فهي ربما كتحل نفسها لانه اللاعب الذي يتحول من دوري اوروبي عالي المستوى لانه ما نقولش انه لاعب مونديالي بالفعل وان يختار يعني الدوري السعودي في سن مبكره فهمتني ويتخلى عن ربما اختيارات اخرى ربما ما نقولش ان الفئه كانت هي اخر عرض ديالو ربما كانت تكون فيورنتينا هو ربما مشى لها من فريق ايطالي ثاني وساسولو الى فريق فيورنتينا رقم ثانويه بالنسبه ولكن الاختيار ديالو ربما كان اعتقد انه فشل فحتى من غير عدم الحضور ديالو اليوم هو ربما نتيجه ديال الاصابات اللي كان اصيبت من خلال رغم انه سي فؤاد يغيب على الفريق من اجل اصابه طارئه ولكن اذا سمحت لي سي فؤاد رغم هادشي راه فريق الفيحاء كيعتمد على صابيري بواحد الشكل كبير لانه لاعب اللي كان مؤثر في المباريات اللي لعب مع الفريق. بالفعل وانا بالحكم لان الحضور التنافسي يعني لا اشكال فيه يعني تنافسيه مطلقه سجل يعني اهداف وايضا اعطى حتى ثلاث ديال التمريرات تقريبا ديال يعني صنع ثلاث ديال التمريرات حاسمه للفريق هذا ما يؤكد على ان الحضور ديالو قد ومع ذلك فربما ارتاى الناخب الوطني لا يعني ينادي على صبري اجل الاصابه اول حاجه وثاني ربما يكون الاختيار هنا اللي سمحت لي نسولك سي فؤاد الاختيارات في المركز اللي كيلعب فيه صابري واش كاينه متاحه بشكل كبير وشكل متميز بالنسبه لوليد الركراكي. بالفعل احنا اللي شفنا خط الوسط عنده المسمى البناء الهجومي عنده عز الدين اوناهي عنده اسماعيل الصيباري عنده بلال الخنوس عنده امين حارث انا نقول ما غنكونش الامين حارث يسقط للجيرس ربما حتى تاع حكيم زياش يلعب الدور ديال 10 فهمتني يعني هنا عنده مجموعه ديال الاختيارات وقناعات ربما هذا كان يوقف صابيري يعني احنا على مستوى الاثير صابيري ما كانش يعني لاعب اساسي في فريق الوطن المغربي حتى في المونديال كان لاعب يعني حتى بالنسبه كيدخل في
يعني كاحتياطي في بعض الاحيان، ولكن الان التواجد ديالو ربما هذا انذار عطى الوليد بركركيس الصبيري انه كان مجموعه من اللاعبين الذين يتنافسون عن الدور ديالو ديال، وحتى ما ننساوش ايضا سليم املاح، املاح الغياب ديالو الاكبر راه يؤثر يعني على المستوى البناء الهجومي. فالدين اسمع سليم املاح، اسماعيل صبري، بلال الخنوس، وايضا عز الدين اوناحي وامين حريف، هاد خمسه ديال اللعابه هذه قطع غيارات يعني ملائمه للوسط الهجومي يعني فضلا عن القناعات ديال ربما عبد الحميد صبري في نظر وليد الركراكي. لكن كيبقى التحكي مزياش يمكن ندخلوا في الاطار ديال الوسط الميدان، وايضا حتى الغلق المنطقه ديالو بامين عدلي او لا سفيان ديوب زميل يوسف. لا الاجابات ديالك السي محمد هي تشفي الغليل، وتنظن بان اجابات منطقيه كبيره. الحاجه الوحيده وعلاش حنا جبدنا ذكرتها، كاينين واحد 11 لاعب اللي كانوا في المونديال ما كاينينش الان في اللائحه، ولكن انا تعمدت نجبد فقط عبد الحميد، ما هضرتش على اللاعبين الاخرين. علاش؟ لانه عبد الحميد الصابري لما كان تيدخل، وانا متفق معك، في الدوزيام ميتون في الماتشات ديال المنتخب، وبعض المرات دخل اساسي حتى في المونديال، كان مؤثر، كان تيسجل اهداف، كان تيسجل اهداف من ضربات حره، من تمريرات حاسمه. يعني كشتي المونديال اول هدف ديال بلجيكا سيتي لا باس دو صابيري، ماتش ديال شيلي لما دخل في ماتش اميكا لافون سجل ذاك الهدف، بين عطى بوادر بانه لاعب اللي يمكن لك تعول عليه سواء تيتولار ولا في الاحتياط، ان تخي بون غوبلاسون. انما انا متفق مع السي محمد فؤاد من جميع الكلام اللي قال. طيب السي محمد فؤاد، الاشكال الثاني انه عندما ما نقولوش حنا كنضربوا في 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 القيمه ديال عبد الحميد صابيري، ولكن على الاقل يعني اللي كيعترف بنفسه ان مازال عندنا الامور، الفريق الوطني مازال امامه الاستحقاقات مهمه، فلماذا ربما ننتظروا انه حتى في نهايه العام ربما قد يغير رؤيه هو يلتحق بفريق اوروبي او يعود الى اوروبا؟ لا على حسب ما سمعت السي فؤاد، هو عنده الرغبه باش يرجع لاوروبا، لانه ما بقاش الوقت فين يغير ويلقى فريق اوروبي اللي بقيمه ديال فيرونتينا، فباش ما يهربش عليه الميركاتو اختار الفريق السعودي. نزيدك معلومه اخرى، نزيد قلنا هذه نقطه ايجابيه، ولكن هناك ايضا تواصل. راك تشوف بان الفريق الوطني، الناخب الوطني والطاقم التقني المرافق له يخلق يعني يحدثون رجاء المستوى المتابعه التنافسي لجميع الدوليين. راه قال في الندوه الصحفيه قال لك ان لدي 40 لاعب الان متواجدين في كاس افريقيا وسيتنافسون على مكانتهم في كاس افريقيا، وغادي غير 23. حنا عندنا دابا الان 25 لاعب زميل يوسف، وغادي نسقطوا منهم لاعبين، وهناك لاعبون اضافيه يعني عوده ديال سليم املاح بوفال، وايضا زكريا ابو خلل اللي نقولوا انه هنا مشات له كاس افريقيا، وايضا حتى بالنسبه للاعب اخر ما اعتقد انت عبد الحميد صابري. ننتظروا، ولكن واش غادي تكون ربما مفاجاه اخرى سننتظرها في قادم من الاسابيع المقبله الى غايه يعني 30 شو تنبير 30 جنبير، على اعتبار ان عبد الحميد صابري اذا عاد بتنافسيته بشكل قوي ربما غادي يقدر يبدل القناعات، وايضا بالنسبه للاختيار ديال وليد الركراكي. ولكن في نهايه الامر ان عبد الحميد صابري تنعتبر انه كاين هناك تواصل مطلق ما بين وليد الركراكي وعبد الحميد صابري، او حتى بالنسبه للطاقم التقني معاون. قال النقطه القويه ديال وليد الركراكي يقال وهذه ضروره، وايضا نقطه مهمه يعني ملموسه، وهي ان وليد الركراكي يتابع الدوليين ليس فقط من المستوى المتابعه التنافسيه ديالهم من خلال مشاهده المباريات او كتابه التقرير التقني عن كل لاعبين، ولكن ايضا من التواصل عبر الهاتف، الحاله ديالو الصحيه مع المصابين، وايضا حتى مع اللي غايبين دابا على الفريق الوطني، لانه حتى اللي غايب دابا ما نقولوش انه صافي اقصيه بشكل نهائي. نعم ما زالت المكانه ديالو محفوظه سي فؤاد انتظار انه يعود، ولكن الحاضر الان ان الفريق الوطني الان متواجد امامنا هاد 25 لاعبا كلها في قوه وفي قيمه تنافسيه مطلقه سنتحدث عليها بعد اكيد. هادشي اللي غادي نجي ليه دابا السي فؤاد، قبل ذلك غنتعرفوا على اللاعبين الجدد معاك، وشكون هما بالضبط وفين كيلعبوا التنافسيه اللي عندهم. لكن قبل ما نسمعوا تصريح ديال الوليد الركراكي حول تقديم لائحه المنتخب الوطني المغربي لشهر نوفمبر. بحال اللي كنقول ديما كنشوف ماتش ابخي ماتش، واللي مهم هي لا ليست اللي كندير اليوم ماشي هي اللي غتمشي لا كوب دافريك، وكتعرفوني بحال اللي كنقول لي بلاصه سون شير اليوم في ليكيب ناسيونال. جو ريغارد لي زيتا دو فورم، جو ريغارد اوسي الجروب، مرة ما كنبغيش نبدل بزاف. عندنا اون ساتور جلوبال بيان سور، كاينين شي لاعبين اي سون ان افونس على شي واحدين، يا دي كادر
اللي ما نقدروش نبدلو هيدا باسكو انا اون كومبيتيسيون امبورطونت في شهر واحد انكور. مازال اليوم كان 25 لعابه صافيدير كاين جوج اللي غيخرجوا من هاد لا ليست. وملي كتشوفوا العزوزي مبليسي، عندها ملاح مبليسي، بوفال دابا عاد رجع من لا بليسور، عندنا بزاف دراري اللي يستاهلوا حتى هما يكونوا هنا. اوجوردي لو جروب ديالي عندي براتيكومون 40 و 50 جوور اللي يقدروا يدخلوا في لا ليست فينال ديال لا كوب دافريك. دونك اليوم يا هاد لا ليست بيان سور كانين غيلعبوا البلاصه ديالهم في هاد الماتش ديال الكاليفيكاسيون، وكانين مازال مع لي كلوب ديالهم يقدروا يرجعوا. كاين دي جوور اللي جاوا في الاخر في لا كوب دي موند ويقدروا انكور يجيو شي واحدين في الاخر في لا كوب دافريك. سا توجور ايتي مون ايتا ديسبري. كان هذا وليد الكراكي في النادي الصحفي لتقديم لائحه المنتخب الوطني المغربي لشهر نوفمبر. تعليق ديالك سي توفيق. تنظن واضح ان الحاجه اللي نفرح لها الان هو نسمع بالعوده ديال سفيان بوفال. يلاه رجع من لا بليسور صافي دير كو غادي يبدا الان الاستعدادات ويقدر نشوفه في لا كوب دافريك ان شاء الله. هو استنى لي مون اسونسييل وما يقولش لي الواحد لا راه تيلعب في قطر في الرعين القطري. بانت المكانه ديال سفيان بوفال في المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي ما كانش حاضر معنا، يعني الصعوبات اللي لقاها المنتخب الوطني المغربي على مستوى الرواق الايسر. فبالتالي تنشوف بان المكانه ديال سفيان بوفال من هذا الشيء كامل مكانه غير ما كاينش لا محيده عنها في التشكيله الاساسيه ديال المنتخب الوطني المغربي، مع الاحترام لجميع اللاعبين. نعم. الاداء ديالهم القول ديالو ديال انه التشكيله راه ماشي هي اللي غادي تمشي لكوب دافريك. واش كان ذكي في نعم هو تيقول بانه تقدر ما تكونش، هو قال لك هاد اللائحه ماشي هي اللي غادي تمشي لكوب دافريك. لا ماشي قال لك تقدر ما تكونش في يكونوا فيها عناصر اللي تضاف اخر لحظه كما كان لو كاف لكوب دي مونت اخر لحظه وتمت الاضافه ديال بار اكزومبل الحمد لله. نعم. في المنتخب الوطني المغربي دونك دائما لا دي بان لك شي طائر نادر غدا بان في يمكن له يعطي الاضافه. علاش ما ناديش عليه طونكو عندك الوقت من هنا حتى لو كان جونفي الوقت ديال البدايه ديال الكاس الافريقيه؟ فعندك ماشي حتى لو كان جونفي كاين لائحه غادي تحبس في 25 يوم تقريبا فوالا افون 15 جور من لا كومبيتيسيون ولا 20 جور من لا كومبيتيسيون. دونك عنده الوقت الكافي الان انه يزيد يتريات ويشوف العناصر اللي غادي تفيدو في الكاس الافريقي هذا باش يعطي المجال لجميع اللاعبين. نعم. انهم باقي عندهم الامل انهم يزيدوا يخدموا وراه يقدر يكون عندهم مكان ديالهم في المنتخب. وايضا حتى هذه العناصر اللي جات دابا راه ماشي ضمنات المكانه ديالها، راه حتى هي عناصر اللي عندها تقدر غدا ما تعطيش وقدر تكونوا دي بليسور من هنا لو 25 ديسمبر. وكاين وحدين مصابين وقدروا يرجعوا بيان سور. قالها سليم املاح السي فؤاد راه قال لك بانه راه يقدر يرجع 25 ان شاء الله. سفيان بوفال انا فرحت بانه يقدر يرجع للمنتخب الوطني المغربي. فدونك كاين عناصر اللي مازال يمكن لها تضاف وترجع للمنتخب وعناصر يمكن لها تغادر. نعم. طيب قبل ما نرجع عند واحد النقطه لانه نعم. الان التشكيله الاخيره يكون فيها 23 لاعب راه ماشي بحال المونديال كان 26 لاعب. فبالتالي الان البلاصه كما قلنا راه بالذهب راه يعني 23 وفيها ثلاثه الحراس وفيها ثلاثه الحراس يعني عندك 20 لاعب خص يكونوا فريمون لي ميور دي ميور. دونك هما اللي يكون. طيب قبل ما نرجع عند فؤاد نقرا بعض التعليق ديال المتابعين ديالنا في صفحه برنامج اصوات الرياضه. ادم تحيه لك اخويا. ياسر عطار قلبها لونجلي قال لك بالنسبه لو وليد خاصو ينقص من التصريحات ديالو شي شويه. بالنسبه للصابيري دار موفيز ديسيزيون باش مشى للسعوديه في هاد السن الصغير. مشى بريتي. ادم بتوفيق الوداد الرياضي غدا ان شاء الله وداد الامه. مساء الخير تحيه طيبه اخي الكريم يوسف وتحيه لضيفك مبيت الاحرار. تحيه لك اخويا. سي فؤاد شنو التعليق ديالك على التصريح ديال السي وليد الركريك خصوصا النقطه ديال انه قال هاد اللائحه ماشي هي اللي غتمشي لكوب دافريك، ماشي هي اللي غادي تكون في كوت ديفوار. واش هو ذكاء منه على اساس يحفز اللاعبين او لا ربما تقدر تقول انه ودي انا معيط ليا وقدر ما يعيطش ليا في لكوب دافريك، يعني تقدر تهرس يعني تجيب بشكل عكسي. بالفعل سامي اليوسف كان جوج نقط اساسيه. هذه النقطه اللي قلتيها ربما غنتوسع فيها وكان النقطه اللي قبل منها قال بدا الحديث ديالو قال لك انا اتابع اللاعبين. نعم. يعني اتابع اللاعبين يعني في تواصل تم في كتابة غير على مستوى المباريات ديالهم على التلفاز او على المستوى التقارير اللي كتعطى في سميتو على مستوى الانديه ديالهم ولا ايضا النتائج ديالهم ولا ايضا الفريق التقني اللي كيقوم بهذه العمليه ديال جمع البيانات كلها ديال كل لاعب التنافسيه ديالو الى غير ذلك. قال لك انا اتابع اللاعبين وهذا شيء ملموس وعني وحاضر
حركه يعني مباركه بالنسبه للرجل، لانه يعني ما يقول هذه النقطه الاولى، والنقطه الثانيه اللي اشرت لها انه الرجل اللي يتحكم في 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 في, 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 في التشكيل ديالو الرسمي، لان الرجل سيحار من نفسه على ان ال 50 لاعب اللي قال الى غايه يعني كاس افريقيا الان على انه سيختار 29 منا. فالمنطق القانوني يقول دائما ان الكاف دائما تقول ان تبعت او الفيفا تبعت يعني باللائحه ديال 50 لاعبا من اجل او الكاس افريقيا عفوا اختيار ديال 50 لاعبا تكون في اللائحه ديال الكاف قبل ما يختار هو يعني 23 من ضمن هاد ال 50. فعطنا الحديد اللي قالوا وليد ركري على مستوى أن هذا الفريق الوطني الآن سيلعب مع فريق تنزانيا، ليس هو مع فريق تنزانيا، منتخب تنزانيا ليس هو المنتخب ربما اللي غادي يمشي للكأس أفريقيا. طبعا لأنه فيه أولمبيين، في عناصر جدد، في ربما قلنا من غير 14 لاعبين ديال الأولى ديال المونديال هادو راه غادي يكونوا بالفعل دوليين أساسيين، وفي انتظار أن لا يحدث لهم أي مصاب إن شاء الله من هنا للكأس أفريقيا، ما يحدث حتى شي لاعب من هاد الدوليين والنجوم ديال المغرب ما يحدث لهم حتى شي طارئ. هذا بإضافة الى الوجوه الجديده اللي اضافها الفريق الوطني من اولمبيين، وايضا من الوجوه الجديده دليل الكعبي امين عدلي سوفان ديوب، هاد الوجوه الاسماء ايضا حتى امين حارث وزلزولي الى غير ذلك. فهاد الاسماء هذه كلها ربما تعيد نساء من اجل ان نرى منصبها في سميتو في كاس افريقيا ايضا مع العوده ديال المصابين. ولكن انا اعتقد ان العوده ديال المصابين ربما غادي تشكل واحد ربما زبعه بالنسبه للفريق الوطني، لان المنتخب الوطني الان من يونيو الى اليوم لعب بفريق يعني بتشكيلات متعدده يعني متنوعه وايضا باسماء ايضا جديده في غياب المصابين. فالقناعه ديال الوداد ربما على 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 اختيار الفريق الوطني من يونيو الى شهر ديسمبر. اليوم نحن في شهر نوفمبر، راه وضع الترسانه البشريه ديال الفريق الوطني الان موضوعه عنده شكون هما الاسماء يعني النواه الحقيقيه او كما سميتها ان السلاله ديال المونديال جاهزه الان عنده 14 لاعبين اللي حضره هي اللي قلت لنا الوجوه المونديال اللي حضره اللي قلت هي سمبونو منير محمدي نايف اكرد غانم سيف اشرف حكيمي يحيى عطيت الله نصر مزراوي سفيان امراض يحيى جبران عز الدين اوناحي وايضا بلال الخلوش وحكيم زياش ويسبونسيري هذه مونديال من الوجوه الزنزولي عبد الصمد الزنزولي ايضا لا الزنزولي هذه مونديالي بالفعل حتى هو نضيفه لانه انا كنقول اللي لعبوا المونديال الاساسي الاساسي هذو كاملين لعبوا اما الوجوه اللي حنا يعني لعبنا 14 لاعب شحال يبقى لنا تسعود بن عناصر لا 15 الزنزولي حتى هو كان حاضر في المونديال حاضر اليوم وايضا حتى بالنسبه للوجوه اللي غابت على المونديال فيها داري فيها اليميخ فيها صابيري فيها مجموعه اخرى فيها ايضا حتى شديره فيها ايضا حتى حمد الله الى غير ذلك من الوجوه. ربما اعطى اشاره هو في الندوه الصحفيه قال بانه كان بعض الوجوه اللي اخلت بالتوازنات التنافسيه على مستوى الحضور ديالها مع الفرق ديالها، ولكن انا اعتقد ان التنافسيه طلعت بشكل كبير مع الفرق الوطني الان متواجد في القائمه الحاليه التنافسيه شبه مطلقه زميل يوسف ما يعطي ان هذا الفريق الوطني له ثوابت جوهريه من خلال الثوره التي احدثها الوالد الربيعي على مستوى الفريق الوطني بالاحتفاظ بالنواه وايضا اضافه الوجوه الجديده من الاولمبيين وايضا من الوجوه التي ربما ظلمت من الغياب ديالها في اكثر المناسبات او التحقيقات السابقه زميل يوسف. طيب سي فؤاد بالنسبه للخط الدفاع ديال الفريق الوطني المغربي فهو كله معروف باستثناء عبد الكبير عبقار، فشكون هو هذا اللاعب عبد الكبير عبقار؟ قبل ما انا قلت لي سفيان ديوب انا غادي نجي ملي غنشوف السياق الحديث ما عاد نقول لك سفيان ديوب الان من خط الهجومي. لا 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 دفاعيا الا بدينا بالحراسه ياسين بونو لا نقاش معه، لاعب عالمي لاعب دولي ربما راه حنا تبعنا السياقات ديال حتى بالنسبه للحضور ديالو في الجائزه العالميه ديال الشين لا وقبل قبل قبل ما نتحدثوا على التنافسيه السي فؤاد انا بغيت نتكلم على هذه الوجوه الجديده بحال عبد الكبير عبقار بغينا نتعرفوا عليه اكثر. عبد الكبير عبقار انا شرت له في البدايه وقلت عبد الكبير عبقار هذا يعني لمده ثلاث سنوات زميل يوسف ثلاث سنوات الاخيره دابا الان من 2020 الى 2023 دار واحد القفزه نوعيه مع فريق الافيس من 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 الدرجه الثانيه ايضا لانه استطاع معاه يلعب معاه ما يقارب 37 مباراه في الموسم الماضي واستطاع انه يحقق معاه الصعود الى الليغا الاولى اللي كان ربما هو 37 مباراه من 38 زميل يوسف كنعرف بان من 38 مباراه زميل يوسف الناديه الليغا كتلعب ب 38 مباراه
طبيعي والحضور ديالو يعني في 37 يؤكد على ان القيمه التنافسيه كان كيلعب جميع المباريات انا تبعته في الموسم الفريق بدون استثناء يعني ما عمر هذا الرجل هذا بحال كتقول يونس عبد الحميد على مستوى فريق رانس اللي ما بالرغم من السن التقدم ديالو 35 عام فلا زال حاضرا ولاعبا اساسيا في خط الدفاع ديالنا نعم. وايضا هو ايضا في خط غدا غادي نشوفوا ايضا مع ضد فريق برشلونه راه غادي نشوف المباراه وغادي يتابعوا لمن اللي يتابع في بالنسبه للمحللين اللي كيقولوا ربما كيعملوا الحمله العشواء العدم لماذا حاضر في الفريق الوطني المغربي انا كنقول ان الحضور ديالو هو اضافه هو مغربي ولكن حاضر عنده قناعه عنده اسلوبه عنده الثقه ديالو مع المدرب ديالو فريق خلاص اللي كيثق فيه بزاف واللي ربما عطاه القيمه ديالو والكوطه ديالو ارتفعت زميل يوسف على مستوى الحضور اللي قال لي راه ماشي فرقه يعني البطوله هولنديه او بطوله اقل يعني بلجيكيه او استونيا او نادره الليغا الثانيه يعني ما هي ثاني بطوله اوروبيه على من بعد وهذا المحللين السي فؤاد اللي ما تيفهموش كان تيفهموا مزيان عرفوا بانه عبد القار راه تيشكل الان واحد الفخر الأكاديمية محمد السادس والمغرب لا. لأنه منتوج الأكاديمية محمد السادس وخارج وتلعب تيتولير فريق ديالو ألافيس في لا ليغا كما قلتي راه ماشي شي حاجة سهلة وإضافة شكون ديال الآن وصل دابا في التنافسية ديالو تسعود المباراة زعما من 11 مباراة لأنه كان ما لعبش جوج المباريات توضع في الاحتياط نتيجة واحد الخطأ ارتكبوا في ضربة الجزاء يعني أفرى واحد ارتقاء عالي وهبط بالكود ديالو على اللعاب طرد وخسر الفريق ديالو وكان طرد بالفعل ديال المدرب أن أجلسه لمباراتين وبعدها خدا الصديق ديالو أصبح اليوم راه لاعب رئيسي في سميتو غدا في المباراة ديال برشلونة باش تعرف كلشي غدا غادي يتابع المباراة ديال البارسا وألافيس باش يشوفوا شكون هو عبد القار 10 المباريات دابا عنده 10 المباريات في الرجل ديالو ما يقارب يعني 990 دقيقة زميل يوسف يعني هذا بالنسبة للعبد الكبير أكبر بالنسبة للعبد القار بالنسبة للدول ديال الدفاع حنا معروفين خلينا في اللعبة جداد ديوب بالنسبة لسفيان ديوب سفيان ديوب زميل يوسف هذا باش نقول اننا نقربوا المستمعين الكرام ديال راديو اصوات على ان سفيان ديوب هذاك سفيان ديوب امين عدلي راه كانوا في الاجنده ديال الوليد الركراكي قبل شهرين او ثلاثه شهور كنا نكتبوا عن سفيان ديوب متى سياتي ومتى كذا يعني في اخبار يعني متباينه ومتلاحقه دائما في متابعه لهذه الاخبار كنا كنقول ليش فاصل اقتناع اللاعبين من اجل حمل فرق القميص الوطني وايضا ربما مترددين من باللاعب المنتخب الاسباني الفرنسي او لا ولكن كان الرجلين معا يتريتان في انجاز مهمتهما الاداريه على مستوى جو الصفار الى غير ذلك فهذه الاجراءات الاداريه كتاخذ وقت كتاخذ وقت زميل يوسف لذلك كان وليد بركراكي يتريت كل مباراتين عند فان الغريب في الامر انه من يونيو الى يونيو كنا جينا ولنا كنلعبوا يعني كل جوج مباريات في شهر واحد ها شتنبر ها اكتوبر ها نوفمبر وعاد غادي نلعبوا ربما حتى المباريات ديال الكاس افريقيا لذلك ان امين عدلي هو لعب في المباراه يعني الشهر الماضي اي ان كانت الامور ديالو استوفات الاجراءات الاداريه ديالو وتم اختياره الفريق الوطني وحتى اللاعب نجو ردد بالقول ديالو انا سعيد للغايه بحمل القميص الوطني وراه باغي يعني ما بغاش يلعب الفريق الوطني قال والفريق المنتخب العام المغربي حتى يعني المركز العالمي في مونديال قطر فاصبح الان يعني هو الحديث ديال العالم يسرع تحت حديث اللاعبين يعني المزدوجين الجنسيه في المغاربه زعما في جميع الدول الاوروبيه الان يفتخرون بالحضور ديالهم بالنسبه كما قلت في قياس ناجي بعد قبل قليل ان الياس اخومش يعني اعلن ان هذا خبر ماشي غير سعيد بالنسبه للمغاربه فبالنسبه الشعب المغربي وايضا حتى بالنسبه للاشارات الدوليه المغاربه اللي جايين في المستقبل بالنسبه للعوده زميل يوسف لسفيان ديوب سفيان ديوب هذا اشاره ثانيه بعد امين عدلي وما تنساش السي محمد فؤاد راه حنا تنوجدوا منتخبات 2030 راه المونديال عندنا في 2030 ان شاء الله دابا ملي تشوف لوساتور فيه الناس ديال اللاعبين اللي عندهم 19 23 سنه من دابا مزيان بيان سور يعني تنحلموا نشوفوا منتخبات ماشي 2026 نشوفهم في 2030 وان شاء الله من هنا ل 2030 يبانوا عاوتاني عناصر عندهم 19 18 سنه شي حاجه نقيلات جداد عاوتاني لا وهذه هي هذا هو الزبد ديال الفريق الوطني والزبد ديال الخدمه ديال العمل الجامعي اللي كيتعمر على صعيد المنتخبات زميل يوسف وتوفيق ان ما يقام الان في على مستوى الفئات العمريه ديال المنتخبات الوطنيه انا ملي كتقول لي اليوم انا ربما تنسينا الانجاز الكبير ديال المنتخب الوطني ديال سعيد شيبان اللي فاز بمرحله بنما
المنتخب بنظا بهدفين لصفر هذا إشارة أولية. أنا لعبت المباراة الأولى وربحت يعني بجوز صفر ربحت حتى ديال النقاط في المجموعة ديالي وأنا يعني أطريت من أجل المرور للدور الثاني وهذا يعتبر إنجاز صريح بالنسبة للمنتخب الوطني أقل مجموعة في المونديال هذا شيء إيجابي وإنما أنا كتبين الحركية ديال ربما الشهوة ديالنا اللي كتعطينا نشوف المنتخب ديالو يتخلق إنجازات عظيمة للمنتخب المغربي وهذه الأجيال اللي قلتها زميل يوسف وتوفيق يعني الوصول ل 30 فهذه العناصر اللي غيمكن تشكل أكيد. الأفق ب 30 منها حتى الفريق الوطني الآن وراه الشيء راه تكلم عليه وليد الركراكي في الندوات اللي قبل شهر 5 كان تكلم على أنه راه كيفكر أنه يوجد منتخبات 2025 و2026 و2030 إن شاء الله بالفعل وعنده شوف المنتخب الأولمبي الآن عنده أسماء قطعين وأنا أتابع المنتخب الأولمبي بجميع المحترفين ديالو هادو صناعة جديدة للفريق الوطني الكبار أيضا حتى بالنسبة هو دخل ربح منهم 5 أستاذ لعب الآن متواجدين في الفريق الكبار عندك بلال الخنوس عندك سميتو الزلزولي عندك إسماعيل الصيباري عندك إبراهيم صلاح عندك أمير ريتشاردسون يعني هذه راه قفزة نوعية في التاريخ ديال المنتخبات الوطنية على صعيد المدرب اللي دازوا في تاريخ كرة القدم الوطني باش يطلعوا خمسة اللعابة من الأولمبيين دفعة واحدة راه شيء ربما يحسب لوليد الركراكي أكيد وحتى العصام الشرعي كذلك لا وديك لا سانكرونيزاسيون اللي كاينة أونتر لي دو لا عصام الشرعي ولا التفاهم الكبير وليد إلياس أخو ماس الآن راه في المنتخب الأولمبي ينادى عليه لأول مرة وسيلعب المباريات ماشي بعيد تشوفوا في كأس إفريقيا ممكن بالفعل طيب. يعني هذه النقطة المشتركة اللي كنجمعوا فيها احنا جميعا من أجل تحليل النوايا ديال الفريق الوطني ماشي فقط لكأس إفريقيا ولكن لكأس أفريقيا 2025 كما قلتوا 2027 وحتى أيضا مونديال 2030 عندنا مجموعة ديال الاستحقاقات في هذا الجيل الرائع غننتظروا منتخب أولمبي اللي غادي يكون نواد بالنسبه للافق ديال 2026 دابا تخيل معايا السي محمد فؤاد انه 2024 في هذه الالعاب الاولمبيه وخرج المنتخب الوطني ان شاء الله بشي ميداليه ذهبيه غادي يولي كلشي يطلع البوديوم بعدا راه هذاك العناصر ديالو تتولي هي اكيد طيب نتمنى خير ان شاء الله السي فؤاد لانه تفضل بعجاله نرجع سوفيان ديو سوفيان ديو هذا وجه جديد اللي قلت انا من الامور ديال الاجراءات الاداريه اللي كانت لأن أصبح اللاعب جاهز للفريق الوطني وسيحمل القميص الوطني في مباراة تنزانيا هذا لاعب 23 عام يعني تولد في ماي الجاي غادي يكون عنده غادي يطلع 24 ما قال أنه توفيق لن يكون هنا ربما جاهز للمنتخب الأولمبي وربما قد يختارون بين ثلاثة وين بيان سور لما فوق 23 عام لعب طبعا الآن دابا الآن لعب تقريبا ما يقارب يعني 431 دقيقة يعني بمقابل 8 ديال المباريات رسمية مع فريق نيس الفرنسي ولعب تقريبا في هذه الجزئية ديال 431 دقيقة 5 مباريات رسمية والبقية كلها احتياطي وقبل منها يعني كان سنتين لعب ما يقارب 63 مباراة زميل يوسف مع فريق موناكو بما يقارب يعني 63 مباراة في على مستوى عامين وايضا سجل فيها ما يقارب 14 هدف زميل الفدارة رقم قياسي فضلا على انه لعب 13 مباراة مع منتخب ديال فرنسا منتخبات ديال فرنسا الاقل من 18 عام وايضا لاقل من 21 عام 3 مباريات مع اقل من 18 عام مع منتخب فرنسا وايضا 10 مباريات لاقل من 21 سنة وسجل فيها 3 ديال الاهداف هذا وجه جديد كيلعب في مركز ديال الجناح الايسر وايضا يمكن له يلعب كما قال الوالد الركراكي انه متابع وحنا ملي كنقولوا للمتابعه راه المدرب وضع الصوره هذا اللاعب ماشي وضع غير فقط في الجناح الايسر ولا ايضا في رقم 10 نعم نتمنوا ان شاء الله نشوفوه في المباراه ديال تنزانيا لانه صعيب نشوفوا هاد اللاعبين كاملين في مباراه واحده كو كانت جوج المباريات كان يكون افضل لكن للاسف خرج المنتخب الاريتري منسحبا من هاد التصفيه طيب سي فؤاد وصلنا لختام ديال هذا المحور الاول كنشكرك على كل هاد المعطيات المهمه والقيمه اللي عطيتينا حول خصوصا اللاعبين الجدد وهاد اللائحه بصفه عامه في انتظار ان شاء الله نتواصلوا الاسابيع المقبله باش نتكلموا على اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي وامكانيات تواجد هذه اللائحه ولا لاعبين اخرين في اللائحه النهائيه اللي غتمشي لكوت ديفوار ان شاء الله مطلع السنه المقبله شكرا لك سي فؤاد
شكرا زميل يوسف وشكرا لزميلي توفيق، ونتمنى ان شاء الله التاهل وايضا حتى حمل الكاس ديال وداد الامه اللي غنسميها اليوم انا وداد المغرب، جيب لنا الكاس ان شاء الله بحول الله تعالى من جنوب افريقيا، وايضا الحمل العشواء اللي في جنوب افريقيا انه الملعب سيملأ عن اخره باللون الاصفر حسب المعطيات الاخيره، انه يعني التذاكر لم تكن يعني متوفره ولكن المداخل كانت مجانا، ولكن شرط ان يكون الملعب كله اصفرا من اجل نيل كاس افريقيا كاس نهائي الدوري الافريقي، ونتمناو نحكم ولكن حنا كنتمناو الاحمر يجيب الاحمر ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سي فؤاد، غادي نمشي لفاصل اشاري وغادي نرجع عند السي توفيق صناجي باش نتكلموا على المحور الثاني هو نهائي الدوري الافريقي لكره القدم. إذن باش نختم المحور ديال المنتخب الوطني المغربي، سي توفيق ما مدى هذه اللائحة تواجدها باللائحة النهائية ديال كأس أمم إفريقيا؟ يعني واش نقدر نشوفوا هذه اللائحة كلها أو لا كيبان لك غادي يكونوا تغييرات؟ وشحال تقريبا النسبة ديال التغييرات اللي غادي تكون؟ واحد 95% ديال هذه اللائحة اللي تشوف سي وعقل على هذا الكلام ديالي وسجلوا عندك 95% ديال هذه اللائحة اللي تشوف إن شاء الله هي اللي غتكون في كأس يعني تقريبا 5% اللي غتبدل 5% تبدل منها العوده ديال المصابين تذكروا هنا بالاخص سفيان بوفال وسليم الملاح، مي سينو انا فرحان بزاف انه رجع سفيان امرابط اللي افتقدناه بشكل كبير، يعني الرجوع ديال حكيم زياش ايضا اللي افتقدناه في التشكيله الاساسيه لا في سبتمبر ولا في اكتوبر. فبالتالي الان يعني بدينا تردوا شويه بشويه ديك التشكيله الاساسيه اللي كانت عندنا في المونديال داكور، فتنظن بانه واحد 95% ديال هذه اللائحه حاليا تستحق. نعم ثاني فرح ايضا العوده ديال الامين حارث المستوى ديالو لانه كما قلنا كانت المكانه ديالو مضمونه في المونديال ولكن الاصابه الحمد لله تشافى منها الان ورجع. طارق تيسودالي اللي كان عنده واحد الدور كبير في الوصول ديالنا لكاس العالم ومسكين ايضا اصيب اصابه يعني خايبه، الان ترجع المنتخب وترجع الان راه مقدم مستويات رائعه في الفريق ديالو وتسجل اهداف كثيره. نعم فنتمنوا انه تتاح له الفرصه ويسجل في المنتخب لانه باش تشد المكان ديالك راه خصك تبين كما كان الحال، يعني كما تيقولوا السي زكي اللي غيلتحق بينا بعد قليل غيلتحق بينا لما نعطيك التوني ما تردوش ليا، دونك البلاصه بالذهب في المنتخب اللي تياخذ التوني من عند من اللي هو اغلى توني يمكن يلبسوا اي واحد في المغرب سواء لعب في البارسا ولا في الملعب توني ديال المنتخب الوطني المغربي، فلما تعطى لك وتلبسه خص تكون على حقية تامة به وتبين. نعم. ماشي تعطيك فرصة الأولى والثانية والثالثة والجمهور تينادي تيقول لك هذا السيد هذا راه حنا نادينا باش يرجع وفي الأخير تتعطى الفرصة وما تبينش منتخب الوطن المغربي عندك اون شونس دغيا خصك تبين المباراة ديالك، ما يمكنش تبقاو صابرين عليك الجمهور لأنه كما قال فؤاد ولا أنت 50 لاعب 60 لاعب في نفس المستوى تتسنى لك نصف فرصه باش تبين الناس راه تيغيروا الجنسيات ديالهم باش يجيو عندك ويلعبوا في المنتخب لانهم تيبغيو منتخب الوطن المغربي. طيب سي توفيق غادي نتوقفوا مع فاصل نرجعوا عند سيف الدين بلغيتي في الاخراج ومن بعد يلتحق بنا سي بادو زكي باش نتكلموا على نهائي الدوري الافريقي لكره القدم غدا مع الجوج بين الوداد الرياضي ومضيفهما مولودي صن داونز. دائما واصل معكم مستمعي الكرام هذه الحصه لغايه السادسه مساء هذه 15 ديال الدقائق. طيب سي توفيق تعليق ديال متابعين ديال صحافه برنامج صوت رياضه الصفريوي حمزه كيقول خويا يوسف الاذاعه ديالكم ما خداماش في صفرو، غادي نقولها للمستمع وحنا قلنا دابا في الحنطين. ياسر عطار سؤال توفيق، واش حمله المنادات على الرحيمي كتشبه الحمله اللي دارت على حمد الله وبصمعنا مونديال ضعيف؟ ادم كيقول هل سفيان الرحيمي ليس له مكانته في صفوف المنتخب الوطني؟ تكلموا لينا على المنتخب ديال اليوديسات، طبعا الحال غادي نتكلموا على المنتخب ديال اليوديسات اليوم وغدا ان شاء الله في حصه ديال برنامج اصوات رياضه. قبل ما نمشيو لايف ال فينال ديال لايف ال، السؤال اللي توجه لك سي توفيق على الرحيمي، واش قال لك واش هي نفس الحمله اللي دارت الحمد لله في حين انه ما قدمش داك الشيء اللي كان كيتسنى منه الجميع؟ شوف ذاك الوقت اللي دارت الحمله الحمد لله من مجموعه منابر اعلاميه كان حمد الله بارز بشكل كبير في اتحاد جده، حتى باش نكون واقعي راه مازال بارز في اتحاد جده، ولكن لما تيجي للمنتخب
المغاربه ولاو مقتنعين بانه ما تيعطيش ذاك المستوى لان شافوا المستويات ديال اللاعبين الاخرين اللي وصل الفريق الوطني نصف نهائي كاس العالم. بالنسبه للرحيمي، الرحيمي الان باين بارز بشكل كبير في العين، هو اللي تيجعل انه الجمهور ديالو عنده جمهور تيطالب ايضا باش تعطاه فرصه في المنتخب الوطني المغربي. وتنظن بانه الكراكي جاوب على هذه المساله هذه وذكر بانه راه ماشي غير الرحيمي اللي بارز في الدوريات الخليجيه، كاين لاعبين اخرين دابا راه يمكن الا لاحظتي الا سمعتي معايا مزيان الحلقه كلها راه ذكرنا عبد الحميد الصابري. يمكن في الاعتقاد ديالي لا لوجيك اللي غادي بها وليد الكراكي هي هاد لا لوجيك اللي مطبقه حتى على اللاعبين اللي مشاو الان للدوري السعودي. ما نساوش الدوري السعودي راه احسن من الدوري الاماراتي بزاف. فلاعب اللي برز وصل نصف نهائي كاس العالم اللي هو عبد الحميد الصابري ما بقاش يلقى المكانه ديالو، اللي العمر ديالو قل من 30 سنه 26 سنه واختار انه يمشي للسعوديه. بوتيت لا لوجيك ديال الكراكي هو انه لاعبين اللي صغار اللي عندهم قل من 30 سنه لا يجب ان يحترفوا في الخليج بالنسبه ما عطوش اضافه للمنتخب. هذا هو وليد الكراكي الراي ديالو. طيب مشيو لايفال الفينال غدا ان شاء الله الروتور بين الوداد الرياضي وماموليد سان داونز الجنوب الافريقي في بريتوريا. مباراه الذهاب كانت الاحد الماضي لصالح فريق الوداد الرياضي بهدفين لهدف، وغدا ان شاء الله الكل يترقب تتويج جديد للكره المغربيه للوداد الرياضي بهذه النسخه الاولى للدوري الافريقي. الحديث عن هذا الموضوع كينضم لنا الناخب الوطني السابق الإطار الوطني سي بدو زكي نجم فريق الوداد الرياضي سابقا. بدو زكي مساء الخير. مساء الخير اخي يوسف ومرحبا بضيوف الكرام وكذلك المستمع الكرام ديال راديو اصوات. شكرا لك سي بدو زكي على القبول ديال الدعوه ديال راديو اصوات. اكيد هي مباراه مهمه غدا ان شاء الله، الكل كيتسنى انجاز جديد لكره القدم المغربيه خصوصا لفريق الوداد الرياضي اللي عودنا في هذه السنوات الاخيره دائما متالق على المستوى القاري. جوج ديال لي فينال في تشامبيونز ليغ، الان فينال جديد تقريبا بعد واحد خمس شهور ولا ست شهور ديال تشامبيونز ليغ اللي خسروا مع الاهلي المصري، كيرجع كيلعب فينال اخر ديال دوري جديد اللي هو السوبر ليغ الافريقي ولا الدوري الافريقي الجديد. فكيفاش كنشوف هذا الحضور قبل ما نتكلموا على المباراه ديال غدا، الحضور الكبير ديال فريق الوداد الرياضي في السنوات الاخيره على المستوى القاره الافريقيه؟ وكنظن غادي يكون متفق معايا الجميع بان الفريق الوداد ولا حاضر بقوه السنين الاخيره، لعل اقل ما يفعله هو الوصول الى المربع الذهبي كما قلناش كيوصل للنهايه وكيفوز بها. غير هذه كما قلت لي الشهور فريق الوداد لعب المباراه النهائيه واللي خسرها مع الاهلي، واللي من قبلها عاوتاني لعب المباراه النهائيه وفاز بها. حتى ولينا احنا متعودين من الوداد ماشي غنوصلوا للنهايه كيخصنا نفوزوا بها، اللي ما فزناش كيولي بحال كيكون مثال فشل بحال ما درنا والو. وعند فرق اخرى كبيره فهو انجاز وانجاز تاريخي لهذا بالنسبه لي. فهذا كيتحسب للوداد وكيتحسب للاعب الوداد والطاقم ديال الوداد وكذلك الجمهور ديال الوداد اللي كيساند الفريق تاعو في الممشى. المباراه ديال غدا في المباراه ما غاديش تكون سهله بالنسبه للفريقين بجوج. كنعرفوا الامكانيات ديال فريق سان داونز، فريق اللي بامكانه ينتصر عليك هنا في المغرب، وكذلك بامكان الفريق ديال الوداد ينتصر على سان داونز في سان داونز، ومباراه فهي مفتوحه. ففريق الوداد هو حقق الاهم هو الانتصار، مشى من هنا هو منتصر بجوج اصابات لواحده وبامكانه يسجل. وفريق الوداد رغم العقم الهجومي تاعو لان كنعرفوا بولي جينيور بعد الاصابه ماشي هو ذاك اللي كان ماشي هو ذاك اللاعب اللي كنعرفوا من قبل، كذلك اللاعب الحيري اللي باقي ما تادابطاش رغم الامكانيات الجيده اللي عنده باقي ما تادابطاش مع المباريات اللي فيهم الضغط المباريات الكبيره. لهذا كنشوف واحد شويه النقص من ناحيه الهجوم، ورغم ذلك فريق الوداد كان بامكانه ينتصر باكثر من اصابتين لواحده في المباراه ديال الذهاب. لهذا فريق الوداد حقق الاهم وغادي بانتصار بامكانه يحافظ على النتيجه ديالو وبامكانه يسجل كمال، لانه رغم الهجوم اللي ماشي هو ديال فريق الوداد بين بعض الثغرات في الفريق ديال
ديال صنداو. وانا متفائل بالنسبه للمباراه ديال غدا. هو كنا متفائلين ان شاء الله سي بدو زكي، غير هو كيبان بالارقام قبل ما نرجع عندك توفيق، بالارقام ربما فريق الوداد الرياضي اكثر تفوقا على فريق ماموريد سانداونز. اولا في المواجهات المباشره دائما في دور خروج المغلوب الوداد كيتفوق على فريق ماموريد سانداونز اخرها الموسم الماضي، رغم انه ما ربحش الوداد الرياضي في المباراتين بجوج للاليلا الروتور كان تعادل، ولكن الدومي فينال خلت الوداد انه هو اللي يمشي للمباراه النهائيه مخرجا فريق ماموريد سانداونز. حاليا في هذا الدوري الافريقي على مستوى الاهداف فريق الوداد سجل 7 ديال الاهداف، فريق ماموريد سانداونز فقط سجل هدف واحد، والهدف كان داخل أربعة ديال الأهداف كان هدف واحد داخل الديار وثلاثة ديال الأهداف خارج الديار، وهذا ربما كيبين على أنه فريق ماموريد سانداونز يعني داخل الميدان ديالو شوية ما كيقدرش أنه يسجل الأهداف، لأنه فقط سجل هدف واحد مع فريق الأهلي المصري اللي ربح به في ديك المباراة. دفاعيا فالفريقين بجوج تلقاو جوج ديال الأهداف، والوداد هو الوحيد اللي استطاع أنه يهزم فريق ماموريد سانداونز في 18 مباراة متتالية على المستوى القاري. كنظن أن هذه الأرقام كلها كتمشي لصالح الوداد الرياضي، ولكن يمكن نقولوا أنه مباراة ديال غدا ما تخضعش لهذه الأرقام. شنو بالك سي بدو زكي؟ في كرة القدم في مباريات كتختلف من المباراة الأخرى، والأرقام يمكن لا تخدع أي فريق، لهذا اللي كيخصنا نعرفوا فالفريقين بجوج عندهم قوة وعندهم واحد الاستئناس وواحد التجربة في لعب مباريات من هذا الشكل. نعم. ففريق الوداد الموسم الفارط فكنا احنا متشائمين من اللي تعادل 0-0 مع سانداونز، وكنا قلنا بان فريق سانداونز يمكن غيتقل الوداد تم الا كان شفت الوداد كيرجع بالتعادل جوج الاهداف وتطلع باش جوج الاهداف تما في جنوب افريقيا، وما ساهلش باش تجي لسانداونز في الميدان ديالو. نعم. لهذا بالنسبه لي انا فرغم الكل كيرشح فريق سانداونز ولا غادي يوصل النهايه مع الاهلي او مع الترجي، وبحكم الوداد ملي كتشوفها كتلعب ما كتعطيكش ذاك الاقناع اللي كيتسنى الجمهور ديالها، ولكن حاجه اللي مهمه عند الوداد اللي ما كايناش لا عند الاهلي ولا عند سانداونز هو الفريق كيعرف يجري المباراه تاعو مع اي خصم. قبل المباراه كنكون متخوفين، ولكن ملي كنتفرجوا في المباراه كنتفرجوا وحنا مرتاحين، يعني كنعرفوا الفريق كيف كيدافع كيف كيهاجم رغم كما قلت المهاجمين تاعهم ماشي في الحالات تاعهم اللي كنعرفوا، ولكن كيسجلوا وكيخلقوا فرص وكيعرفوا يخرجوا بنتيجه ايجابيه، وهذه هي القوه ديال فريق الوداد الساعه رغم اللعب تاعو ماشي كما كنقولوا بليزون او سبيكتاكولير بحال الشكل ديال صنداو. نعم سي توفيق تفضل. اولا تحيه للاسطوره ديالنا، تحيه للسي بدو زكي مره اخرى وشكرا على تلبيه الدعوه. تحيه سي توفيق تحيه. إذا كان شي واحد يمكن يعطي احسن تحليل للمباريات ديال الوداد واحسن تحليل لهذ لي سيتوياسيون اللي تنعيشهم هو بدو زكي. بدو زكي راه عاش دي سيتوياسيون سيميلير، يمكن اللي كان مع الوداد الرياضي لعب لي فينال بيان سور، وصل لهذا المستوى من النهايات سواء مع المنتخب الوطني المغربي 2004 الكاف 99 ثم دوري ابطال العرب المباراه الشهيره ديال الترجي 2009، يعني عاش هاد لي سيتوياسيون. السؤال ديالي سي بدو غدا وفي ظل المعطيات اللي كاينه ديال الماتش لالي، وانت ذكرتي اشياء جميله قبل السؤال ديالي، قلتي بانه الوداد بامكانه يسجل هناك في جنوب افريقيا، بامكان ايضا الفريق الاخر يسجل. شنو هي احسن طريقه ينهجها عادل رمزي من التجربه ديالك في المباراه ديال غدا؟ واش يدخل يبحث على واحد الهدف ويمكن يرد فريق سان داونز يدخل ليه الشك ويردو شويه للوراء ويبعثر ليه الاوراق ديالو، ولا يسد من الاول يدافع على ذاك النتيجه مثلا؟ لا بكل صراحه غادي ناخذ الكلام تاعك من الاخر، إذا كان فريق الوداد غادي يمشي وغادي يسد ويلعب أبك أن بلوك با ويقلب على المرتدات فغادي تكون مسألة انتحارية، لأن كنعرفو فريق ديال سان داونز كي عنده لاعبين مهاريين وكيعرف يستحوذ على الكرة بواحد الطريقة قوية، ولا درتي أن بلوك با يعني كثير
فيقدروا يغلطوك وتؤدي ثمن غالي. فتنظن بأن فريق سان داونز علاش قلنا هنايا الفريق ملي ضغط عليه الفوق وما خلاش يلعب ديك الكرة تاعو خلق لهم مشاكل. ولقيت فريق الوداد اللي تلقائيا رجع شوية للوراء وعطاه الكرة فجا بضربة جزاء لهذا بالنسبة لي ما تنظنش بأن هادي الرمزي غادي يقدر يلعب أن بلوك ميديو ماشي يلعب أن بلوك أبا. لهذا بالنسبة لي أنا فأنا ماشي غير كنعطي النصائح لهادي الرمزي. لا لي قراءة ديالك أكيد احنا قلنا شكون اللي يقدر يحلل من غير شي واحد. هادي الرمزي عارف اش كيتسنى فريق الوداد التجربة تاعو باللاعبين تاعو ما كيخموش في شي حاجة اللي غادي نتكلم تأثر على المعنية تاعهم لأنهم عندهم هاد التجربة وهاد المباراة راهم كيلعبوها كما قلت في كل عام وشاك سيمو لأن مستانسين بهذا الشيء وعندهم عزيمة باش يمكن يجيبوا هذه الكأس الأولى ديال سوبر ليغ سوبر ليغ الإفريقية. لهذا بالنسبة لي أنا فريق الوداد إلا مشى من نظر يلعب أم بلوك با ويتسنى الفريق الخصم فغتكون مغامرة. لأننا كنعرفوا فريق ديال سان داونز كيف تعود على الكرة واللاعبين المهاريين غادي يغلطوك. نعم ربما سي بادو زكي فريق الوداد الرياضي من خلال المباريات كيف ما قلتي في المتابعه ديالنا لهاد اللاعبين حاليا وهذا الجيل هذا اللي كاين ربما بين نقاط القوه هي الشخصيه ديال اللاعبين في ارضيه الميدان. الشخصيه ما كتجيش من عشاء وضحاها فجات تراكمات ديال التجارب لان فريق الوداد كما قلتي من قبل هذه كارت مولاسي ما لعب نهاية اللي فات لعب مباريات من الحل من يعني من العيار الثقيل فهو استأنس بهذه المباريات ولا حتى الجمهور الودادي ما بقاش قانع بالمباراة ديال البطولة ولا كيبغي يشوف الوداد مع الترجي مع الأهلي مع سان داونز مع إنبا مع فروق من هاد العيار واللاعبين ولاو مستانسين من هاد المباراة بهذا الشكل. هذا ما يمكنش نقول فريق الوداد اللاعبين ديال الوداد غادي يمشيو لجنوب افريقيا باش يمكن لهم يخافوا على ذاك الهدف على ذاك التشجيع لهم خصهم يسجلوا ويدخلوا في الحسابات هما غادي غيلعبوا كور اللي كيعرفوا بلا استراتيجية اللي غادي يطبقوها وبالقراءة اللي قاري الكوتش تاعهم الفريق الخصم وتنظر لحد الساعة الامور كلها غادا في الاتجاه الصحيح والفريق الوداد غادي بخطوة ثابتة ان شاء الله باش يحقق هذا اول لقب الافريقي. نعم باش نختم معك سي بادو زكي التوقيت ديال المباراة واش ممكنش يأثر نوعا ما على الفريق لانه فريق سان داونز مولف انه يلعب في ذاك التوقيت ديال وسط النهار جوج دابا بالتوقيت المغربي في حين ان الوداد الرياضي تقريبا هذه المباريات كلها حتى الماتش ديالو امام انيبا نيجيريا راه تلعب بالليل يعني واخا الرطوبه كانت طالعه ولكن على الاقل ما كانش ذاك الحراره وديك الشمس اللي واقفه فوق ريوس اللاعبين. واش هذا التوقيت هذا ما يمكنش ياثر نوعا ما على لاعبي فريق الوداد الرياضي؟ قد يكون عنده عامل عامل سلبي لان ما نساوش ان ملي كتلعب بالليل ولا كتلعب مول الخمسه ديال العشاء ماشي كتلعب مع الجوج حتى الحسابات تاعك ديال اشن ساعات فيق اشن ساعات تاكل واش غادي دير ذاك البلانش يعني في فطور وغدا مع 11 ولا مع 11 ولا مع 10 ونص ولكن خاصك تفيق مع 8 تفطر وترجع عاوتاني اطابل تاكل. وكنعرفوا احنا في ذاك الجوج تيكون الجسم مولف انسياس ما تيكونش حاضر بواحد الشكل لهذا وعاد زيد عاد تكون الرطوبه والصاد. لهذا بالنسبه لي انا هاد العامل قد يكون عنده تاثير سلبي على اللياقه البدنيه ديال الفريق الوداد. نعم هذه معطيات مهمه عطانا السي بدو زكي. طيب الناس تيهضروا على قضيه الجوج ولا الرطوبه تنساو ما عرفوا شي اللي عطانا السي بدو زكي اكيد. طيب سي بدو زكي ختاما كانت تساؤلات ديال الناس في صفحه برنامج اصوات الرياضه حول مستقبل الناخب الوطني السابق سي بدو زكي واش فعلا هذا التساؤل ديال سيمو بناني واش فعلا قريب من تدريب منتخب النيجر؟
نقدر والامور غادا في هذا الاتجاه، ولكن اللي حدث على اللي كنتكلم معك فيها باقي الامور ما كاينش عقد اللي هو نقدر نقول نسني، ولكن الاسبوع ابارتير من الاثنين الجاي اللي غادي يكونوا فيه الفريق النيجيريان، لان عندهم جوج المباريات امام تنزانيا في 18 وامام زامبيا في 20، غادي يكون هنا غادي نكملوا الاجراءات، وغادي نكون انا غير كنتبع الفريق باش نعرف الامور تاعو ونعرف اللاعبين تاعو ونعرف الامور كيف كاينه، لان الاهداف اللي عندي مع الفريق ديال النيجير هو كيخص المنتخب يتاهل لكاس افريقيا ديال 2025. نعم 2025 يعني بالنسبه لكم كاس العالم خارج الحسابات، ولكن اكيد غادي تلعب على السي بادو زكي كما كان في المغرب. انا دابا كنهضروا على بادو زكي عندك يسمعوك تما السي زكي. طيب الانسان كيخص يكون واقعي بيانسور، حتى هما راهم واقعيين بيانسور، وكنعرفوا القوة ديال الخصوم اللي كاينين تما، وبالاخص نتلاقي مع منتخب اللي بلاصي الرابع في كأس العالم الفريضة بالنسبة لي أنا، فحتى المسؤولين ديال النيجير عارفين ما قالوا لياش بأن أول هدف عندهم هو كيخصهم يتأهلوا كأس إفريقيا ديال 25، واللي العقد غادي يكون مدة 3 سنين. نتمنى ما طيحش عاوتاني مع المنتخب المغربي في إقصائية كأس واخا المغرب دايز. سي بادو زكي نتمنوا لك التوفيق ان شاء الله، وتكون هذه الخطوه ان شاء الله خطوه موفقه مع فريق او منتخب النيجر، ونشوفوا بادو زكي مدرب المنتخب النيجر في نهائيات كاس امم افريقيا 2025 هنا بالمغرب. شكرا لك سي بادو زكي. شكرا، تحياتي للجميع. اذا غادي نتوقفوا الفاصل، كنشكروا مره اخرى سي بادو زكي على المشاركه ديالنا معنا في هذا الحصه من برنامج اصوات الرياضه. غادي نكملين حتى ل 6 مع السي توفيق اصناجي والحديث دائما عن النهائي ديال افريكا ليك. دائما مواصل معكم مستمعي الكرام هذه الحصه لغايه 6 مساء مع السي توفيق الصنهاجي. اذا السي توفيق غدا ان شاء الله المباراه المرتقبه، مباراه كل شيء كيتسناها بتوتر كبير، لاعتبار انه ربما يمكن تكون اهم النهائيات اللي يمكن ياخذها فريق الوداد الرياضي في السنوات الاخيره، ماشي اهم من تشامبيونز ليغ كذلك لانه عندها القيمه ديالها، ولكن الاهميه ديالها كتجي على اساس انه اول نسخه كيتمكن فيها فريق مغربي من وصول المباراة النهائية. كان الاختيار ديال فريق الوداد الرياضي، وفي هذه الأثناء فريق نهضة بركان كيسجل هدف تعادل أمام فريق الفتح الرياضي الرباطي في الدقيقة 71، إذا تقريبا دقيقة 71 كينجح فريق النهضة البركانية في إدراك التعادل بعد ما كان منهزم بالميدان ديال فريق الفتح الرياضي بهدف لصفر. الآن دقيقة 71 1-1 بين الفريقين. كيف ما قلنا أنه تم اختيار فريق الوداد الرياضي على حسب التصنيف ديالو في النظام ديال هذا البطولة في النسخة ديالها الأولى، أفضل المنتخبات في مناطق مختلفة على مستوى القارة الإفريقية كيتمكن من وصول المباراة النهائية. قيمة ديال الجوائز ديالها قيمة مالية مهمة، وبالتالي هذه كلها معطيات كتخلي أن هذا الفوز بهذه البطولة هذه والترقب ديال هذه المباراة هذه كيصاحبوها التوتر الكبير للجماهير، ومعه واخا التوتر ولكن كاين تفاؤل كبير. وسمعنا في الكلام ديال سي بادو زكي، سمعنا بعض الجماهير اللي كتقول حنا واثقين أننا غادي نمشيو نجيبوا اللقب، يعني كاين توتر لكن كاين معاه تفاؤل. كاين تفاؤل، التفاؤل منين نابع؟ من المتابعه ديال المباريات ديال الخصم صن داونز امام سواء بيترو اتلتيكو او الاهلي المصري. انه صن داونز في مصر الاهلي ما قدروش يفكوا الشفرات ديال الدفاع ديال صن داونز. نعم. الوداد كما كان الحال في الدار البيضاء سجلت جوج ديال الاهداف، فيعني انه ذاك الخصم الوحيد اللي يقدر يسجل اهداف على صن داونز اللي تيلعب بجميع الانديه الافريقيه امام الوداد فشل في الحفاظ على النظافه ديال الشباك ديالو، وهذا تيعطينا واحد مؤشر كبير. لانه علاش غدا الحتيمي منتصر باذن الله وانا متفائل بالعوده ديالو؟ صريح ديال الشاغو وطبيب الفريق الوداد الرياضي قال انه الحتيمي جاهز، فقط كيبقى اختيار ديال المدرب طبيعه الحال.
بالتالي اهم شيء هو انه ما يكونش مصاب ويكون غائب على المباراه. ما يدخل تيتولار يدخل في دوزيام ميتون، انا متاكد بانه الاحتمال غادي يعطي واحد الاضافه نوعيه للخط الامامي ديال المنتخب الوطني المغربي وبوسفيان ديال الوداد. ديال الوداد بالنسبه لنا راه هو المنتخب الوطني الان. الوداد الرياضي كما قلتي تقبل المنتخبات، انا الان رجعت وكان المحور الاساسي يعني في الساعه الاولى والمنتخب الوطني المغربي. فبالتالي الوداد الرياضي احنا متفائلين ان شاء الله هو انه غدا ان شاء الله ممكن عنده جميع البوتنسيال جميع الامكانيات انه يسجل شي هدف تما، لانه غادي نسجلوا شي هدف غادي ارتاحوا من هذا التوتر اللي حنا عايشينه الان كانصار ولا كمتبعين ولا ايضا جماهير مغربيه. وحتى اللاعبين غادي يرتاحوا بشكل كبير انه تسجل هدف تخليه تبعثر الاوراق ديال صنداونز تخليهم تيقلبوا على التعادل اولا ويقلبوا على هدف ثاني باش يتعادلوا معك في المباراه وعاد يقلبوا على الانتصار. بالتالي يمكن تجاري انت المباراه كما بغيتي وتعتمد على المرتدات كما قال سي بدو الزكي قبيله. الا مشى الوداد ووضع النص بالعيون ديالو للحفاظ على هذه النتيجه ورجع يدير بلوك با من بداية المباراة يكون انتحار كل أمور صعبة للغاية، خصوصا في الغياب ديال يحيى جبران. ما نساوش يحيى جبران، ونتمنى أنه التحكيم أنه ما يكونش منحاز هذا المباراة. لحد الساعة صراحة التحكيم ديال البطولة كامل ما كانش فيه شي مشكل، لغط ما فيهش مشاكل. كانوا بعض الأخطاء ولكن ماشي ديك الأخطاء اللي غتأثر على النتيجة ديال المباراة. الأخطاء التحكيمية كتكون الآن التوتر جاي من التعيين ديال هذا الحكم هذا اللي المباراة ديال غدا اللي تيقول بأنه كان سوابق عنده مع الوداد من قبل، يعني أنه كان منحاز لبعض الأندية لما واجه الوداد الرياضي في السابق. تمناو أنه غدا تنعرفوا لغة الكواليس سي بيوسف، عرفوا بأنه هذه أول نسخة كما ذكرتي. والبروجي كامل ديال لاي اف ال راه بروجي ما بين موسيبي اللي هو مالك فريق سان داونز ورئيس الكاف وإنفانتينو والناس بزاف في الشركة الإيطالية أنجلو ساكسونيين. شركة إفريقية شركة منظمة إيطالية شركة منظمة هذيك سان مارشي خداتو بعد ما تعلن على التنظيم ديال كأس ديال هذا الدوري الإفريقي الجديد. بالتالي هذه كلها عوامل تجعل أنه أيضا التنظيم ديال مباراة الريتور في جنوب إفريقيا فبحال تعطيك واحد الانطباع انه الناس بغاوها تكون في جنوب افريقيا هذه اول نسخه وديها، حتى انه كاين واحد الاقتراح باش هاد المنافسه تكون مؤهله لكاس العالم. كاين طلب كاين طلب وماشي بعيد انه يتعطى يتقبل علاش يعني وحتى الفيفا يعني يكون جوج مسابقات في افريقيا ياهلوا لكاس العالم اولا تحيد من الشامبيونز ليغ. لا هي شوف باش نكون واقعيين استمراريه ديال هاد المسابقه راه هي المسابقه رقم واحد الان في افريقيا. نسال الشامبيونز ليغ القيمه ديال الشامبيونز ليغ لانه حاليا الشامبيونز ليغ هي المؤهله لكاس العالم. لا في جوج نسخ اللي دازوا ما القانون ديال الفيفا بالنسبه ل 2024 2025 تعطيك المسابقه الارقى عندك هي المؤهله، ما حدوش لك لا الشامبيونز ليغ ولا لايف ال. علاش؟ لانه كان ديك الساعه مازال ما متاكدينش من انطلاقه ديال لايف ال. مانتنو عندهم القانون يمكن يعطيهم الحق انه لايف ال الفائز بها يعطي مباشره. حنا نتسناو بيان سور فصار الاهلي والوداد مؤهلين. الان سان داونز والوداد فينال، حتى انه فيناليست سان داونز ممكن تاهلوا. انا الا دينا اللقب حنا ماشي غادي نمنعوا سان داونز المشاركه. المهم باقي ديال 25 سنه نشوف القانون مازال ما خرجتش حاجه ديال اوفيسيال. اللي الان تاهلين هما الوداد والاهلي، ما تبقى بالنسبه ل 2024 2025 اون فال سافوار بروشينمون. بالنسبه نرجع معاك المباراه ديال غدا، فانا قلت لك لانه كل هذه المعطيات تتعطي بانه كاين هنا واحد الضغط بحال لا تنشوفوا كاين واحد انطباع بان الكوب تقدر تبقى في جنوب افريقيا، ولكن الوداد عندنا فيه الثقه الكامله في السعادة الرمزي في اللاعبين انهم باغين هذه المنافسه. ندخلوا التاريخ بها كما قلت في بدايه الحلقه، ندخلوا بها التاريخ مره اخرى، نكونوا اول فريق في افريقيا في العرب في المغرب يتوج باول نسخه ديال الدوري الافريقي الجديد. وهذه المتمنيات. ياسر عطار كيقول لك دائما الوداد يكرر نفس الخطا عند تسجيل اي هدف، كيرجع اللور بشكل مبالغ فيه، على الفريق تعلم من درس نهائي امام الاهلي. يا عبدو يانس كيقول لك فرصه من ذهب لسان داونز من اجل تتويج الافريقي الثاني بعد عصبه الابطال 2016. هذا حقك عبر عن الراي ديالك السي عبدو. مهدي الدراز تحيه لك اخويا، منور انت كذلك. ادم كيقول لك الرجوع الى وراء خطأ، أكيد فريق الوداد الرياضي
في هذه المباريات ديال لايفيل شفنا انه عادل الرمزي كيعرف كيفاش يقرا الخصوم بشكل مميز، يعني داك الفيزيوناج خصوصا في مباراه العوده، يعني كيبان لك انه راه كاين شي حاجه مبدله بالنسبه للمباراه الالي. خصوصا هذه الملاحظه هي رائعه، ماتش ديال الترجي لالي في كازا سفيان حناج ما كانش، نعم تغيير جاب عبد الله حمود بدايه المباراه ديال الريتور، عبد الله حمود الانتيتولير في الفريق ديال الوداد، وبانت واحد المكانه ديالو قويه وبان واحد اللاعب متغير، يعني تغير بشكل كبير، والوداد في احسن فورمه في وسط الميدان بالحضور ديال عبد الله حمود. اذا هذا تبين انه عادل الرمزي تيعرف شنو يدير وتيعرف غير يستافد من بوتيتر واحد خطا اللي دار، ترجع تعرفوا اولا شنو الخطا وتغيروا بالرجل المناسب. هذه بان فرق كبير لما تكون داخل الحتيمي هو ابو سفيان، تعطي واحد اضافه قويه للخط الامامي كومباري للعناصر اللي تدخل مثلا في الدوزيام ميتو. فهذا تبين واحد الانسجام، تبين بانه عادل الرمزي عارف الان التشكيله الاساسيه اللي تيلعب على مستوى الدفاع. حركاز وابو الفتح بانت القيمه ديالهم بجوج بانهم يعني خط دفاع منسجم متكامل من داكشي من طراز الرفيع. الدراوي انس صرغات كا لي بون غومبلاسون لما تيدخل تعطي الاضافه، اكيد انا صرغات شفتو العام اللي داز في مولديه وجده كان نجم ديال الفريق ديال وسط الميدان ديال الفريق. دراوي يحيى جبران غدا غادي نفتقدوه، يحيى جبران غنفتقدوه، ولكن عندنا امل في الحضور القوي ديال دراوي وانس صرغات. بالنسبه لي تنتهى بشكل كبير بانس صرغات الشيء الهدف اللي سجل تيبين واحد. انس صرغات واش يمكن نقولوا انه يقدر ياثر عليه انه داخل رسمي في مباراه من هذا الحجم، او لا يقدر يدخل هو بلا ضغط بدون ضغط ما يكونش عليه ضغط؟ هو لعب لا تشامبيونز ليغ، لعب عنده تجربه كبيره مع الوداد قبل السنه الفريطه كان معارض، لكن غادي يتحمل واحد المسؤوليه اللي ايوا، ولكن راه لما دخل في الماتش ديال سان داونز في الريتور دخل الدقه الاولى سجل لك هدف رائع اللي تنفس وعطى واحد الفرحه. اذا هذاك الشيء راه كان عنده واحد العامل على واحد الثقه الان تزادت في انس صرغات. ايماجين غدا يدخل تيتولير، راه دخل بواحد البورسونتاج ديال لا موتيفاسيون وديال الثقه كبير بزاف، وهادشي اكتسبوا من المباراه ديال لالي. فهنا كان الدخول ديالو كان دخول استثنائي ودخول متميز. طيب غنسمعوا التصريحات ديال عادل الرمزي في الندوه الصحفيه اللي كانت يوم امس قبل مواجهه الغد. اول تصريح نسمعوا لعادل الرمزي. بالنسبه ليا كما قلت كمدرب هذا اول لقب كبير. بالنسبه للموتيفاشن ديما كاينه، ديما كاينه، لانه علاش؟ اولا كلاعب كما كنت تتمنى كلاعب مع المنتخب، حنا واحد 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 لو تيب كما تنقولوا اللي تنديروا تنموت على البلاد ديالنا سيرتو في الكره. يعني الموتيفاسيون كاينه كلاعب، ودابا ولات مدرب. بالنسبه للظرفيه اللي حنا فيها، بالنسبه لتعطيها واحد القيمه اكبر، الترفيه اللي قصدت بها هو انه المستوى اللي وصلت له كره القدم المغربيه على الصعيد العالمي، ونتمنى ان شاء الله نجيستي فيها. بالنسبه لي موتيفاسيون كبيره، الموتيفاسيون الاولى هي نشرف البلاد ديالي، هذه كاين موتيفاسيون، ماشي موتيفاسيون شخصيه كاينه بيان سور، ولكن باش نشرف البلاد ديالي وباش نساعد انا في هذا التطور اللي كلشي خدام عليه، لا لاعبين لا اوتور لا صحافه، عندنا نفس الهدف، وانا الحين سبب فهاد كما تنقولوا فهاد المقاعد باش ان شاء الله نحاول نحقق المغاربه الحلم ديالهم ان شاء الله. اذا كان هذا تصريح ديال عادل الرمزي، وتحدث على لا موتيفاسيون في مباراه ديال غدا ان شاء الله، وكيف ما قال هو عنده موتيفاسيون شخصيه، يعني دافع يعني معنوي شخصي، وكذلك دافع انه يشرف البلاد في هذا الماتش هذا. شوف هو عادل الرمزي راه تنعرفوا الباركور ديالو سواء كلاعب، لما كان في المنتخب ديال الشبان وحمل، كان اول واحد تيحمل كاس افريقيا الامم ديال الشبان الوحيده اللي فاز بها المغرب في 1997 في المغرب كعميد المنتخب الوطني، قبل ما يلتحق بالمنتخب الاول ويدير الكاريير، ومشى احترف من الكوكب مراكشي انطلق الاودينيزي ومشى لهولندا، يعني دار الكاريير دو بروفيسيونيل وبقى تما في هولندا. دار كارير ديال التدريب اللي كارير دو ريف اللي تيحلم بها اي مدرب، لانه باش تكون في بيز فيندوفن المنتخب الفرق ديال الشباب ديال بيز فيندوفن والفريق الرديف وتكون اسيستون ديال المدرب الاول راه ما سهلاش.
فانا شخصيا كما قلت واحد في واحد الحلقه لما جا عادل رمزي كنت نشوف لما تسمع هذا الباركور هذا كنت نقول هذا شي نهار غادي نسمع عادل رمزي ان اونترينور لبقى في هولندا وشد شي فريق وفاز به بالالقاب دونك 15 20 طون بوتيتر ان اونترينور ديال بارسا بارسلون الليغا لانه تعرفوا الليغا دائما يستقطبوا المدربين المكونين بشكل كبير من هولندا. من بي اس في ومن لاياكس وتفاجأت انه اختار انه يجي للمغرب ولكن راه حسنا فعل لانه جا للمغرب جا للقمه جا للوداد الرياضي والدليل انه إل شيرش سون بروميي تيتر في لا كارير ديالو كمدرب للفريق الاول ومعامل مع الوداد هو تيتر كبير بزاف يمكن ارقى منافسه تولي في افريقيا هذا السوبر ليغ يعني الدوري الافريقي الجديد لا اف ال فبالتالي الى تخيل معايا انه غدا يفوز بها هو فسيدخل التاريخ بشكل كبير هذه الأولى ثانيا الأفكار اللي متشبع بها هي الأفكار الهولندية كما ذكر الموتيفاسيون راه لا موتيفاسيون اللي تيدير اللاعبين ولا جيستيون ديالو ديال اللاعبين وديال الفيستير وهذا اللي جعلت انه هذا الفريق هذا يوصل لهاد القمه يوصل لهاد لا فينال ما نساوش بانه هاد لا اف ال الفورمات ديالها راه مختلف بزاف تلعب الحد والاربع تخيل معايا الحد والاربع وتتسافر ما بين استثناء عند الوداد انهم لعبوا الخميس والاربع الخميس والحد والاربع يعني في ظرف تخيل سته المباريات في ظرف 20 جور راه ماشي شي حاجه سهله وتوصل ليها وتتوج باللقب فهذا تعطيك القمه تعطيك القمه مدرب يستاهل مدرب اللي صبر عليه الجمهور صبرنا عليه بصراحه كانت البدايه لانه جا مع الدوري ديال كاس سلمان مع الانطلاقه ديالو 10 ايام بدا خاض هذيك المنافسه ما الانتدابات حتى انطلق في الدوري الوطني ما كانش ممتازه ما لانه خاصك مازال الاستعداد ما كاينش الوقت بزاف فيمكن تعتبروا مباريات اللي خاضهم في البطوله كمرحله اعداديه تكميلا للمرحله الاعداديه اللي بدات في الصيف والان تجني الثمار ديال الفريق البوادر بدات يمكن من لا تشامبيونز ليغ من المباراه ديال الحف في كوناكري الريتور اللي كان فاز بها الوداد 3-0 ومن ثم كان يمكن انطلاقه لما لعب الوداد في نيجيريا انتصر بواحد 1-0 لا موتيفاسيون تتزاد يعني الثقه تتزاد عند اللاعبين عند المدرب بالاساس وتنظن راه الحمد لله نتمنى انكم الله بخير ونفوز توجو بهذا اللقب لانه الليفي ديالو هذا اللقب يكون كبير على الموسم ما تبقى من الموسم بطوله الوطنيه كاس العرش ولا الشامبيونز ليغ اللي عند الوداد مقبل عليها هذه السنه ان شاء الله ان شاء الله كنظن انه فريق الوداد الرياضي قادر انه يجيب لقب من قلب بريتوريا ان شاء الله نواصلوا باستماع سي توفيق التصريحات ديال عادل رمزي في الندوه ديال الصحفيه ديال اليوم امس نسمعوا التصريح الثاني ديال عادل رمزي بالنسبه ليا انا كنامن 100% اي بليف 100% ان فوتبول كنامن 100% في الكره فوتبول اولويز وين يعني الطريقه دوي الطريقه هي تلعب كره القدم تلعب فوتبول ولكن حنا كنعرفوا اكسبيرينس كنعرفوا اكسبيرينس كاين شي حوايج اللي مهمين يو هاف اذر ثينكس امبورطانت تو وين كاين بزاف الحوايج اللي تما مهمين ولكن على العموم وهذا هو المستوى اللي طامحين به هنايا حنايا ك في افريقيا ذاتس وات وي وونت تو اشيف ان 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 افريكا تو بلاي فوتبول 100% لعبوا كره القدم 100% تكون المنافسه 100% كره القدم والاحسن يربح تو بلاي فوتبول 100% اند ذا بيرسون غانا وين اي بليف ان ذات اي بليف ان فوتبول مور كنا كنامنوا بكرة القدم واللي اكيد كان في وقته وكان حاضر ذهنيا وبدنيا وموجود هو اللي غادي ينتصر في المباراة والروح الرياضية ايضا الفير بلاي كاين غدا الروح الرياضية كاين غدا تكون لغة الكواليس حاضرة يكون تحكيم نزيه الفار يطبق في الوقت اللي نحتاجه ما يسجلش لي تكون شي لقطه ديالي يعني بحال اللي رجعنا في لالي الكره ديال جبران لما لمس اليد ديالو وتعطى لهم ضربه جزاء غدا ما تحرمنيش من حقي في المباراه ديال الريتور هو كيف قلنا توفيق التحكيم كله كان في المستوى الى حدود المباراه النهائيه نتمنى يتواصل وكنظن انه ما غيكونش شي مشكل يتواصل السي يوسف الا بغى انجاح الدوره والمسابقه النسخ المقبله ان شاء الله نسمعوا التصريح الثالث ديال عادل رمزي بالنسبه للظروف كما لاحظنا انه في بدايه السنه الكرويه بدايه السيزون انه جيت جديد مجموعه جديده
كان واحد الوقت تاع التأقلم كما نقولوا اللي مهم لانه كما نقول الفلسفه الجديده اللي بغيت ندخل لها كان خصها الوقت. لاحظنا ان المباريات لا البطوله ولا الترقيه الافريقيه الحمد لله تنكبروا وانا شخصيا كمسؤول ما كنتش تنتظر انه نكبروا بهذه السرعه واخا كاع لانه واحد الحاجه اللي جديده وفي مستوى باش تبقى في واحد المستوى عالي اللي تنهضروا على الطوب تاع افريقيا صعيبه. فالسرعه ديالها عطاتني واحد الثقه اكبر وهذا تيرجع لفضل الله ذات الوالدين وترجع للقليل تاع العاده ديالنا. خاصه انه ك تنقولوا حنا الديسير ك ك ك كهديه كاللاعبين والمجهودات ديالهم تنظن احسن مومون باش ان شاء الله يتوجوا الدراري بهذا اللقب اللي تنظن انه واخا انهم يستحقوها. باقي بيان سور باقي ماتش ولكن على سؤال جاك تنظن انه الى جات غادي يجي فوقيه الحمد لله ان شاء الله. انا كنشوف توفيق التدريب ديال فريق الوداد الرياضي الاخيره في هذا اليوم هذا فكتبان الاجواء يعني جميله بين اللاعبين ما كاينش هناك في الوجوه ديال اللاعبين اي توتر كيبان اللاعبين يعني مرتاحين نفسيا قبل المباراه ديال غدا وهذا مهم انك تشوف الوجه ديال اللاعب ما يكونش فيه داك التوتر انه يكون مرتاح بصرا مهم بزاف واش تتكلم عليه علي الرمزي لا موتيفاسيون انه شي جاي من الحماس اللي معطيهم في وسط الفيستير ولا في وسط الحصص التدريبيه. تعمل راهو عمل ديال المدرب بالاساس مدرب تيشتغل مع الطاقم التقني ديالو تيشحنوا اللاعبين بالايجاب وتيحمسوهم ما تيحطوش عليهم ضغط كبير ويفجوي الفوتبول كما قال باغي كره القدم يلعب يستمتع باللاعب وهذا هو المراد اون فان كونت لانه اون افريك خصنا التقدم ديال كره القدم تبقى غادي وباش غادي نتقدموا بداك الاستمتاع بكره القدم نلعبوا كره القدم بدون تعصب بدون هرس هذا ضرب هذا في وسط بدون شغب بدون يعني باش نقول لك مشاكل. فإلا بغينا ننجحوا اي دوره وننجحوا ونقدموا كره القدم خصنا يكون جميع الانديه وجميع المنتخبات تستمتع اولا باللاعب ديال كره القدم وتلعب بروح رياضيه عاليه. اكيد هادشي اللي كنتمناو. نسمعوا اخر تصريح ديال العادل رمزي في الندوه الصحفيه دائما اللي كانت يوم امس. البوادر اللي تنشوف انه بوادر جد ايجابيه. حنا باقي كما تنقولوا في البدايه تاع لا سيزون ولكن هذه كوب كبيره اللي غادي تجستيفي لنا الخدمه ديالنا ولحد الان جستيفيتها. حنايا متيقين في القدرات ديالنا واننا في الطريق الصحيح. عندنا جبران اللي مهم عنده الثقل ديالو غادي يغيب. انا كنامن بالمجموعه وقلتها في, 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 في الاول. حنا الشعار ديالنا تنقول انا وان تيم الشعار ديالنا فريق واحد. The team is more important than the player. That's why جبران is also coming with us. حنا تنامنوا بالمجموعه اكبر اكثر من اللاعب. داكشي علاش جبران توا جانا. جبران غادي يعاونا بالانرجي ديالو. جبران كان هيلب اس اوتسايد ولكن كاين اللاعبين اللي تاهما يقدروا يقدموا الاضافه وتنتمنى يكونوا في الوقت يكونوا واجدين. اذا كان هذا عادل رمزي واللي تحدث على انه كنا تكلمنا سابقا انه هذه البطوله جات بدايه الموسم يعني احنا باقيين يلاه في البدايه ديال العام الكروي وكتجيك بطوله بحال هذه وكتربح واحد القيمه ماليه مهمه حتى الا ما كانش 4 المليار راه 3 المليار سنتيم. كتوصل الفينال ديال البطوله امام انديه كبيره بحال انيمبا والترجي والان سان داونز في المباراه النهائيه. فكنظن انه العمل ديال عادل رمزي عطى الاكل ديالو في هذه البطوله هذه خصوصا وفي المباريات الاخيره اللي لعب ديال الدوري الوطني الاحترافي. بيان سور كما قلت قبيله شرطيه انك صبر على عادل رمزي والايمان بالقدرات ديالو وبالامكانيات ديالو بانه ممكن يعطي وجاي خصو شويه ديال الوقت. وتنظن راه نجح في العمل ديالو بواحد النسبه كبيره جدا لانك باش توصل لين فينال ديال لا ميور كومبيتيسيون كي اكزيست في افريك او بو دو 4-5 موا دو ترافاي راه هذا شيء كبير تيفكرك شويه بعادل بوليد ركراكيش ليكيب ناسيونال وصل دومي فينال لا كوب دي موند. فبالتالي ايماجينا غدا ان شاء الله توج باللقب فغادي يكون حافز انك تسيطر على افريقيا. اقولها جيدا تسيطر على افريقيا في السنوات المقبله. هو لحد الساعه راه مسيطر على افريقيا هو فريق الاهلي. ملي تنقول تسيطر ثلاثه نهائيات جوج في مسابقه واحد. سمعت الاهلي عنده 11 لقب. لا خلي انت تهضر على الالقاب ولكن ملي كتقول انك توصل نهائي ديال اي بطوله
كتلعبها كتوصل النهائي يعني راك نفوزوا بالالقاب السي يوسف خصنا كما كان وفعلا التاريخ كيعترف بالصاحب اللقب بالعكس راه شي في امريكا راه داك اكفس ولا يعني الفريق اللي تتعتبر الاقل حظا وكي اللي ما داير والو هو اللي وصل للفينال ويخسر هنا هذيك هي اصعب هزيمه المنتخب هولندا في الفينال اما توصل للفينال نورمال خصك تربح لا فهذا ماشي ضغط تنحطوا الان نتمنى ان شاء الله الوداد يحقق اكثر نقول لك بالنسبه ل 4 موا و 5 بوا دو ترافاي ديال السي عادي رمزي دار اكثر من مشكور دار اكثر من الشيء اللي كنا منتظرين منه يعني صراحه في الاول ونتمنى انه يحقق اللقب غدا باش يكون حافز انه يمشي لالقاب اخرى ويسيطر على افريقيا علاش لانه عندك لا تشامبيونز ليغ هذه نسخه لاني بروشين الا كانت لا سوبر ليغ ولا الدوري الافريقي الجديد ب 24 فريق كاين بوسيبيتي انك ما تشارك في الشامبيونز ليغ وتولي هي المنافسه الارقى ما تنساش عندك 2025 لا كوب دو موند اذا هادشي كامل مرحله انطلاقه جديدة للوداد الرياضي في مسار واحد طيب. اوبجيكتيف نوصلوا ليه في 2025 ان شاء الله طيب سي توفيق في دقيقة غدا المباراة واش نهائي ديال اللاعبين أو لا المدرب عنده فيه دخل لا ما يمكنش هي نهائي ديال المكونات كاملين نهائي ديال المكونات نتمنى أن الجمهور ديال الوداد يكونوا على الأقل واحد الجماهير اللي مشات لجنوب أفريقيا وتساند الفريق تما أيضا الطاقم التقني الفني كاملا حتى مداك حامل الأمتعة والله شاهدتي بانه في الحصص التدريبيه راه هذاك حامل الامتعه راه دخلوا عادل الرمزي وتاكد ليه وتيقول ليه بانه راه انت الا نجحنا راك انت داخل معنا في النجاح ديال الفريق اذا فهو نجاح ديال الجميع وهادشي تنضر تعترف به عادل الرمزي ماشي غير تنقولوا عادل الرمزي اللاعبين كل شيء مشارك في هاد في النتيجه ديال الربح ان شاء الله غدا ان شاء الله واش اللي كنتمناو غدا مع الربعه مستمعي الكرام حصه برنامج اصوات الرياضي اللي غادي نرصدوا فيها ان شاء الله كنتمنوا اجواء الفرحه ديال الجمهور الودادي وغادي يكون اكيد تجمعات ديال مجموعه من الجمعيات المستنده للفريق الوداد الرياضي في مختلف الاماكن باش يشاهدوا المباراه ديال غدا ان شاء الله مع الربعه غادي نتكلموا على هذه المباراه نتمنوا انها تنتهي في الوقت ديالها الاصلي والفرحه ديال جماهير فريق الوداد الرياضي والكره المغربيه بشكل عام سي توفيق الصناجي كنشكرك على الحضور ديالك معنا شكرا شرف لي دائما وشكرا تحياتي جميع متبعي ومستمعين ديال راديو اصوات ديال اصوات الرياضه شكرا لك سي توفيق شكرا سيف الدين بلغيتي اللي كان معنا في اخراج ديال هذه الحصه